بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهاردة هنطير إلى تونس الخضراء وبالأخص مدينة قليبية لنقل أحداث مباراة الكرة الطائرة رجال نهائي بطولة أفريقيا ما بين النادي الأهلي وميناء دوالة الكاميروني. المباراة ستقام في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، الساعة 4 بتوقيت تونس. وعشان نتناول المباراة ورحلة الفريقين للوصول إلى قبل النهائي لازم أرحب بضيوفي المنورني في الاستوديو التحليلي، الكابتن محمد شعراوي مدير أكاديميات النادي الأهلي للكرة الطائرة الحالي وكابتن منتخب مصر والنادي الاهلي السابق. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك، انا سعيد بوجودي معاك وسعيد ان احنا هنتفرج على مباراه قويه للنادي الاهلي، وان شاء الله نفرح النادي الاهلي وجماهيره بالبطوله الجديده اللي هتضاف ان شاء الله لسجل لعيبه الكره الطايره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بنرحب بكابتن وائل العايدي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب منتخب مصر السابق واحد نجوم الجيل الذهبي. اهلا بيك كابتن وائل. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. ربنا يكرمك، وحشتونا بصراحه يعني. ربنا يخليك بامانه يعني. ربنا يكرمك. ابتدي معاك كابتن محمد، يمكن اكيد الساده المشاهدين النهارده بيتساءلوا ايه المباراه جت ازاي، وصلنا فاينل ازاي، لان طبعا احنا ما كناش قادرين نغطي الادوار السابقه، يعني اشرح لنا بالتفصيل كده او ملخص عن البطوله. هي البطوله عباره عن 14 فريق تم اشتراكهم، 14 فريق اتقسموا الاربع مجموعات، في مجموعتين ثلاث فرق وفي مجموعتين اربع فرق. النادي الاهلي وقع في المجموعه الاولى، النادي الاهلي مع فاب الكاميروني وقليبيه التونسي. تمام. المجموعه الثانيه فيها الترجي التونسي، ده كان حامل اللقب. نعم. والاسيوبي، فريق الاسيوبي اللي هو اي سي داونز واي سي داونز الكاميروني. تمام. المجموعه الثالثه هيئه المواني الكيني والفريق الكونغولي وفريق من ساحل العاج وجامعة مامادا الأثيوبي. المجموعة الرابعة فيها ميناء دولة الكاميروني اللي هو هيلعبه النهاردة النادي الأهلي، وجمارك النيجيري وبنك الأسهم الكيني وفريق من رواندا. النادي الأهلي ابتدى مشواره، لعب مع الأولمبي الخليبي كسبه 3-0، لعب تاني ماتش مع الفاب الكاميروني وكسبه 3-0. في الثمن النهائي الأهلي لعب جامعة مادادا الأثيوبي وكسب برضو 3-0. في الربع النهائي اللي هيلاعب الجمارك النيجيري وكسب برضه 3-0. كده هو بيتأهل وهيلاعب مع ميناء دولة الكاميروني من المجموعة الرابعة. نعم. والترجي التونسي اللي هو كان حامل اللقب هيلاعب فرقة الرواندي اللي هو سيجارارا الرواندي. هو يمكن اسم الفريق المنافس النهارده دوالة. دوالة دي مدينة ساحلية في الكاميرون، الحقيقة أنا كنت رحتها وهي مدينة بتشتهر يعني يعني بالسما بيقولوا السي فود او يعني الاسماك البحريه، وهو يمكن ميناء دولة لانه من احد اكبر الموانئ في افريقيا، وواضح انها فرقه يعني جيده. يمكن كابتن وائل اجل حضرتك، يعني يمكن مشاركه النادي الاهلي في هذه البطوله جاءت يعني بعد موسم الحقيقه كان صعب على النادي الاهلي، ومشاركته في هذه البطوله هي يعني زي ما بيقولوا اخر بطوله هذا الموسم، وبيشارك بمعنويات يعني لا بديل عن الفوز. أكيد طبعا، هي يمكن النتيجة بتاعت الدوري والكاس السنة دي هي اللي خلت الأهلي في الوضع دوت أو النادي الأهلي في الوضع دوت، لكن إحنا طبعا عارفين إن النادي الأهلي أي بطولة بيخشها سواء محلية أو دولية لازم بيلعب على الفوز، وإحنا طبعا يعني من الناس اللي أصحاب باع كبير في البطولات الأفريقية. نعم. البطولة طبعا قوية لأن هي بتلعب على أرض تونس، وتونس هي المنافس الأول في أفريقيا بالنسبة لنا. نعم. يمكن بقيه الفرق الافريقيه السمراء يعني زي الكاميرون او اللي هم زينا في او لينا في الترتيب او زينا في المستوى، يمكن عندهم شويه لعيبه محترفين بره، فبتلاقي الفرق يعني الانديه متوسطه المستوى شويه مش زي الفريق التونسي. نعم. لكن طبعا في جميع الاحوال هو ماتش قبل نهائي، ماتش يعتبر ماتش كؤوس لان لازم تكسب، وفريق الاهلي هيتاهل، ماتش مهم جدا لينا علشان نخش فيه نكون برده مكملين المسيره بتاعتنا. احنا ما خسرناش الحمد لله ولا شوط، حتى يمكن في ماتش قليبيا اللي كان فيه شوط مقفول خلص على 32-32، لكن برضو الحمد لله كسبنا 3-0. فطبعا ده مهم جدا ان احنا نكمل نفس المسيرة عشان نخش على الماتش الاهم ان شاء الله ربنا يسهل ويبقى ماتش. كابتن يمكن طرفي اللقاء قبل النهائي التاني هيكون الترجي زي ما قال كابتن محمد والفريق الكيني، الترجي التونسي وفريق الرواندي، الفريق الرواندي جيجارا الرواندي، ده هيبقى الطرف الثاني، ده يقام بعدينا ان شاء الله. يعني يمكن احنا نتلعب هنا لا بس بوقت الساعه 4 بتوقيت تونس، هم هيكونوا الساعه 6. طيب خليني اجي مع حضرتك ونتكلم عن سجل البطوله. يمكن البطوله ليها يعني سجل لمين اكتر الانديه حصدا لبطوله افريقيا
بالترتيب. لو مع حضرتك الاحصائيه دي استاذن حضرتك كابتن وائل لو تطلع عليها الساده المشاهدين. طيب احنا طبعا بالنسبه للسجل التاريخي بتاع دوري ابطال افريقيا الحمد لله رب العالمين طبعا دائما وابدا يعني دائما متفوقين، النادي الاهلي برصيد 14 لقب وراء الصفاقسي التونسي، ويمكن كانت اغلبيه يعني القابه في فتره الثمانينات 6 القاب، الترجي التونسي 5 القاب ويمكن دي اغلبيتها في من اعتبر من الالفيه بالظبط واعتبر الالفيه، الزمالك المصري 5 القاب متوزعه ما بين الثمانينات والتسعينات والالفيه، الافريقي التونسي 3 القاب، النجم الساحلي التونسي لقبين، مولوديه الجزائر لقبين، نصر حسين ضاي الجزائري لقب، وطلائع الجيش المصري لقب. يمكن ده كان سجل البطولات زي ما حضراتكم كابتن وائل العيد تشرف مشكورا بسردها لحضراتكم، ويمكن احنا نادي الاهلي هو صاحب اكثر الالقاب افريقيا 14 لقب، من مصر ياتي وراء نادي الزمالك في المركز الرابع من مصر 5 القاب، ولكن الصفاقسي التونسي 6 الترجي 5 يعني، والنهارده الترجي داخل البطوله يمكن وبيستضيفوها في تونس لانه بيطمع في اللقب السادس، بس ان شاء الله النادي الاهلي يعني يتاهل للفاينل ويكون ان شاء الله اللقب لينا. طيب وخليني اقول لكم انه ما فيش اي نادي تاني على مستوى القاره السمراء فاز بهذا اللقب، ده تحليلي او تحليلنا يمكن يعني تحليلنا للنتائج، ما فيش اي دوله او اي نادي من افريقيا السمراء فاز باللقب، كلها من شمال افريقيا سواء مصر تونس الجزائر فقط، ده يدل على خريطه الانديه للكره الطائره في افريقيا. طب كابتن خلينا نستعرض قائمه الفريق، يمكن القائمه اللي سافرت موجوده دلوقتي في تونس، يمكن نستعرض قائمه الفريق واستاذن برضو كابتن محمد بعد حضرتك يستعرض الجهاز الفني، اتفضل يا كابتن قائمه الفريق. الحقيقه اللي سافر البطوله دي 14 لاعب ودول المسموح بيهم بتسجيلهم، في مركز صناع اللعب كابتن عبد الله عبد السلام وكابتن حسام يوسف، بالنسبه للضريبين في مركز 2 كابتن احمد صلاح وكابتن طبعا قطب احمد القطب، بالنسبه للاعبين في منتصف الشبكه او السنتر بلوك عندنا عبد الرحمن الحسيني اظهر اللاعبين في هذا المركز، عندنا طبعا كابتن محمد عادل، عندنا كابتن عبو، عندنا كابتن محمد عبد المحسن، في مركز المستقبلين المركز 4 عندنا كابتن احمد عبد العال وكابتن احمد سعيد وكابتن طبعا المحترف الامريكي وعندنا بالظبط موجود معاهم، لكن طبعا هو لازال ما لم يتشفى او يتعافى من الاصابه بتاعته بصفه كامله يعني، لكن موجود في القائمه، ومعانا طبعا برضو عبد الرحمن الحسيني اصغر الوافدين والمستقبل النادي الاهلي ربنا يا رب يحميه ويحفظه ويكملها عليه بالسلف ان شاء الله، ومعانا 2 في مركز الليبرو كابتن طبعا محمد معوض الخبره الكبيره، وعندنا طبعا الشاب كابتن محمد رمضان برضو امل النادي الاهلي مع كابتن عبد الرحمن الحسين. ممتاز كابتن محمد اجل حضرتك يعني يا ريت من استعرض مع الساده المشاهدين قائمه الجهاز الفني النادي الاهلي، اتفضل يا كابتن. هو النهارده معانا كابتن محمد مصلحي مدير فني الفريق، تامر مجدي مدرب عام، محمود جمعه مدرب، لواء خالد ابو زينه مدير اداري، ايمن علي اداري، الدكتور ايهاب فخر الدين طبيب، الدكتور سامح ظلام علاج طبيعي، الدكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال، محمود الوزير محلل تقني، عبد الرحمن مكي مدلك، احمد رشاد مهمات. نعم ده كان الجهاز الفني او قائمه الجهاز الفني مع حضراتكم اللي موجود دلوقتي في تونس من اجل المشاركه في بطوله افريقيا. يمكن اجل حضرتك كابتن محمد يمكن نادي الاهلي السنه دي يعني الحقيقه يعني ادى موسم صعب، يعني حتى خسارتنا للدوري والكاس ما جاتش بسهوله، جت بعد ما كان بعد ما عناء يعني او بعد صعوبه وماتشات يعني كريتيكال جدا. هل شايف ان الدوري المصري كان يعني اعداد جيد للفريق لمشاركه بطوله افريقيا؟ يعني ساعات بيبقى الدوري ضعيف فانت بتحتاج تعمل معسكر، هل الدوري المصري كان كافي اعدادا لينا عشان نشارك في بطوله تونس او بطوله افريقيا في تونس؟ من افضل الدوريات اللي حصلت في الكره الطايره في مواسم الكره الطايره كان الموسم دهوت فعلا فعلا، وده ادى احتكاك جيد جدا 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 لفرقه النادي الاهلي وللزمالك، الزمالك ما شاركش لان كان الزمالك معتمد على المحترفين وهم مش هيقدروا يشاركوا في البطوله، كده ما يقدرش يشارك في البطوله بالمنظر دوت بدون المحترفين، اما كان المحترفين موجودين مع نادي الزمالك في وجود النادي الاهلي كان في ماتشات 3 ماتشات في منتهى القوه وقبليهم ماتشات الكاس، افضل احتكاك حصل على مدار الدوري كله انا بفضله عن المعسكر الخارجي. فعلا فعلا احسن من المعسكر الخارجي لان انت في بلدك ومتاقلم على الجو وبتلعب ماتشات وبترتاح واستشفى كل حاجه بتعملها، في وجود
فرقه قويه زي نادي الزمالك قدامك، ده كان افضل احتكاك للنادي الاهلي. ولانت لو مش عامل احتكاك جيد قبل بطوله خارجيه او بطوله افريقيه مش هتقدر تحقق الهدف المطلوب منك، مش هتقدر تحقق بطوله. يعني انا النهارده الماتش الخمس ماتشات اللي لعبناهم في الدوري يمكن اقوى من الخمس ماتشات اللي هتلعبهم في بطوله افريقيا، يمكن هتقابل بس في النهائي الترجي عشان على ارضه ومستعد هو حامل اللقب. ده الماتش الوحيد. انما لو قسنا فرقه الزمالك بمحترفيها والترجي، لا هنلاقي فرقه الزمالك اقوى من فرقه الترجي. فعلا يا كابتن، وفي تخوف كبير من جماهير النادي الاهلي، بيقول لك الترجي ومعاه محترفين جاءوا خصيصا للبطوله. يعني شايف انت ان الدوري المحلي والفريق المنافس اللي هو كان نادي الزمالك وقتها اقوى بكتير من الترجي؟ النادي الاهلي وجود اللعيبه اللي فيه، وجود اللعيبه اللي فيه كانه معاه فرقه كلها محترفه. اللعيبه بتاعتنا على مستوى عالي جدا جدا جدا، اللي بيمثلوا حوالي 80% من منتخب مصر. نعم. ودي لقطات يا كابتن من مباراه الاهلي وطلاع الجيش اللي اقيمت على صاله الامير عبد الله الفيصل من مقر النادي الاهلي بالجزيره، ودي لقطات ارشيفيه يعني زي ما تقول بنعمل ريفريشمنت للساده المشاهدين بتشكيلاتنا وادائنا يعني. طب كابتن وائل، اجي لحضرتك يمكن نظره كده على الفريق المنافس. يمكن وائل اسمح لي بس كلام حضرتك حته بس عشان نقفل حته الدوري المحلي. تمام. طبعا برضو لان الناس كتيره والجماهير والراي العام الاهلاوي كان بيتساءل على موضوع اللي حصل في فريق كره الطايره السنه دي. لازم الناس تبقى عارفه كويس قوي ان اللي حصل، اللي حصل تعديل مهم جدا في اللائحه ادى ان هو يساعد المنافس بتاعنا الرئيسي هو نادي الزمالك في استخدام لاعبين في الوقت المهم بالنسبه له في الدوري. نعم. لان احنا القايمه كانت مقفوله على 18 لعيب، منهم 2 لعيب اجباري بيبقى من تحت السن مصعدين، فبالتالي 16 لعيب فوق السن. تم اضافه 2 لعيبه عشان يلعبوا في بطوله الشواطئ، ويمكن ليهم ان هم يسمح لهم بيلعبوا في العاب الصالات. فبالتالي طبعا ده التاريخ، حتى جاوب معايا اهو تاريخ 18/10. حضرتك عارفين طبعا، الناس كلها عارفه ان بيتم التعاقد مع المحترفين من بدري، لان في دوريات في اوروبا انت لو عاوز تجيب محترف على مستوى عالي لازم بتجيبه يعني تكون متظبط معاه وعامل يعني شفته وشفت فيديوهاته وسالت عليه وتعاقدت معاه بالظبط كده، وجي واشترك معاك والكلام ده كله. فطبعا بعد لما يجي جواب زي ده في 18/10 وانت تكون قفلت القائمه بتاعتك، من رابع المستحيلات ان انت تجيب حد بمستوى يناسب النادي الاهلي في الفتره دي، غير طبعا زي ما قال كابتن شعراوي. طب ما نفس الازمه، خلينا ارد على حضرتك، نفس الازمه كده عند النادي المنافس، عند نادي الزمالك. عشان كده ما اشتركش في بطوله افريقيا. لا هو اللي حصل، لما شلت منه محترفين. لا بتكلم قبل الموسم، قبل الموسم يا كابتن شعراوي. هو اللي حصل ان هو ما كانش في النيه ان حد يجيب، هم جابوا بعد انتهاء الموسم. الاهلي كان اوريدي قافل القائمه بتاعته، ما كانش عنده غير مكان واحد بس. لا ما هو ده يدل انه ممكن كان، هل المنافس كان دريان بهذا القرار عارف ان القرار ده هيتؤخذ؟ انا مش عاوز ما يعني ما يعني لو سايب مكان، لو الاجابه واضحه، لو انت سايب مكان في القائمه فاضي يبقى انت كنت عارف. طب ممكن اكون انا كنادي منافس ما عنديش العدد من اللعيبه اللي يصلح ان انا اسجلهم. يا كابتن ازاي ده؟ انت لا طبعا يا كابتن، انت دلوقتي داخل ده احتمال ضعيف جدا. ليه؟ انا دلوقتي قائمتي 18 لاعب، ايه اللي هيدخلني الموسم 16 الا اذا كنت عارف ان في قرار هيتؤخذ؟ ده احنا بنحلل، معلش انا برفع لحضراتكم الحرج. ممكن يكون انا برفع لحضراتكم الحرج لان ده انا احنا مش عايزين نقول كده دايركت يا كابتن. لا ما هو انا الموضوع ده شاغلني بصراحه، واحنا اتكلمنا فيه برنامج الابطال مش في الاستوديو، ان انا مش هسيب مكانين في القايمه الا ما كنت عارف ان القرار ده هيؤخذ بعد اغلق الباب. يبقى هم كانوا على درايه او حد مسرب لهم الخبر. يعني عشان كده سيبوا كده الجواب يا كابتن دراج، معلش برضه عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين الجواب في ايه. الجواب يعني طبعا جمهوريه مصر العربيه، الاتحاد المصري لكره الطائره، بتاريخ 18/10 2021، ملحق ورقم 1 للنشره المصغره الصادره في 9/8. يعني طلع نشره 9/8 واتعمل لها ملحق ثاني في تاريخ 18/10، حوالي 3 اشهر تقريبا. بعديها بثلاث اشهر بنتكلم بالظبط في 9/8/19، يعني نقول شهرين وشويه، شهرين وثمان ايام. الساده انديه الدوري الممتاز سوبر الف رجال وسيدات قسم الف برضه، يعني رجال وسيدات الف. يسعدني ان اهدي سيداتكم ارق تحياتي الشخصيه وتحيات الساده رئيس واعضاء اللجنه المؤقته لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، متمنين لسيادتكم دوام التوفيق إلحاقا لنشرة التعليمات التنظيمية المصغرة. بس عايز أقول حاجة يا كابتن، ده صدر في وقت تولي اللجنة المؤقتة. طبعا هو مالوش دخل بالاتحاد الحالي على فكرة، الاتحاد الجديد ما خدهاش، ده اللجنة المؤقتة. إلحاقا لنشرة التعليمات التنظيمية المصغرة صادرة 9/8 كذا، يرجى أنه قد تقرر إضافة عدد 2 لاعب أو لاعيبة إضافة إلى القائمة الأساسية يكون تخصصهم الرئيسي والكرة الطائرة الشاطئية، مع امكانيه اشتراكهم في منافسات الصالات هذا العام فقط كمرحله انتقاليه، وبذلك تصبح القائمه مكونه من عدد 16 لاعب، عدد 2 لاعب من المصعدين، عدد 2 لاعب منافسات الكره الشاطئيه، على ان يشتركوا هذا العام فقط
في منافسات الصالات. بس يا كابتن عايز اسال حضرتك سؤال، هم الاثنين المحترفين اللي جم في النادي المنافس كانوا بيشتركوا في الشاطئيه؟ لا طبعا، لان ما كانش في نشاط شاطئي اساسا. فضل طب امال ايه اللي حصل؟ لا هو استغل او مش الثغراء، الكلام اللي مكتوب في اللائحه انه يحق له يلعب في السنه دي في العاب الصالات، فهو لعب جوه الصالات عادي جدا، ما استخدموش في الشاطئ، مش الهدف الاساسي، لان اصلا ما تمتش اي بطوله شواطئ خلال الموسم. هو بيقول لك ان هو يلعب في ده، الكلام ده للشاطئيه المفروض كده، وبعد كده تم تعميمه بقى على الايه، على الصالات، عشان اضافه الكلمه دي بالظبط. طيب السنه دي كفتره مرحله انتقاليه بس القرار متاخذ في في في, في ظل او في تحت رياسه اللجنه المؤقته. كانت قبل الانتخابات، قبل الانتخابات شهر 11 بالظبط. لا ده اكيد، ده برده عشان بس دي ما دي برده غريبه برده يعني، معلش برده يعني اللجنه المؤقته كان مفروض يعني احنا مش هنقدر نلقي باللوم على الاتحاد الموجود دلوقتي عشان نبقى صريحين، انما اللوم كان على اللجنه المؤقته ان هي تسمح باشتراك اثنين يعني زي ما حصل جون في نص الدوري بالظبط. هي موضوع ان انت تعديل اللوائح يعني بدون اخذ اي اعتبار ان في ناس بتعمل خطط مسبقه، يعني اي مكان محترم او نادي كبير بيعمل خطط مسبقيه ويقفل يعني قوائمه وبيشوف احتياجاته بدري. نعم. يعني انا في اوروبا كلها والناس بره بيعملوا المحترفين دي بتبقى او التعاقدات من شهر 3 يعني قبل نهايات الدوريات بشهر او شهرين، فانت هتجي على شهر السنه الجايه بتدي شهر 8 او شهر 10 جاي تتعدل في اللائحه اللي هي بتطلع لائحه التنظيميه بتاعه السنه. لا طبعا ده مش مظبوط طبعا. انا اقول لحضرتك تفسيرها كان ايه، هو يمكن النادي المنافس كان عنده ازمه في تسجيل اللاعبين او عدد اللاعبين، فلما نزلت النشره دي قال لك خلاص يبقى مكانين فاضيين واروحها، انما او اجيبها يمكن يعني ممكن ما تكونش على درايه، لان دي لجنه برضه هتاخد بالك من حاجه برضه، هي تخبط اداري معلش انا اسف، ده جزء وفي جزء تاني برضه، في جزء توفيق يعني. انت برضه المحترف دوت يعني زي المحترف اللي جه في الاهلي راجل قيمه واسم كل حاجه، لكن جه في الفتره دي هو كان مريح شهر ما قداش بنفس الصوره المطلوبه في فتره نهايه منافسات. هم ربنا وفقهم ان هم جابوا اثنين محترفين لازم مخلصين دورياتهم جايزين جاهزين وقدروا يخشوا بسرعه في الفورمه ويساعدوهم. وان كان برضه احنا كل ده بنقول مش دي اسباب، لان احنا حتى خسارتنا انا شايف ان احنا خساره مشرفه جدا، الناس عملت اللي عليها ما قصرتش خالص لاخر نقطه بالظبط كده، على اعتبار ان حضرتك خد بالك برضو الناس تبقى فاهمه ان لما تقعد تلعب في دوري من شهر 11 لشهر 4 كم عدد من ماتشات انا اسف يعني تحت المتوسط، ده ما بيعملش منافسات للعيبه، ده ما بيطلعش لعيبه. ما عشان كده انا قلت ماتشات الاهلي والزمالك الاخنيه دي كان اعداد جيد لفرقه النادي الاهلي الافريقي. بس معلش يا كابتن، لو لعبنا ماتشات الدوري العاديه ده ما كانش يعتبر اعداد. معلش يا كابتن، الفولي بول هو اهلي وزمالك، طب انت هتجيب من فرقه قويه ازاي؟ معلش مع احترامي طبعا لكل الفرق، يعني يمكن عبد الله عبد السلام واحمد صلاح لما راح ونادي طلائع الجيش خد بطوله افريقيا. انما قصدي اقول ايه، انه يعني طب ما انت هتجيب فرقه منين؟ ما انا عاوز اقول لحضرتك هو في المقابل برضه تاخد بالك يعني مثلا المنافس مثلا او نادي الزمالك اللي فاز بالدوري والكاس هو خسر في مشواره في لحد ما وصل ان هو يقوي الفرقه يوصل نهايه الدوري هيدو خمس سنين خسران ثلاث ماتشات، لا خسران ثلاث ماتشات السنه دي. نعم. فهو حتى اللعيبه اللي بعد كده ما شاركتش في القوام الاساسي جوه الملعب لانه حصل فيه تغيير في ثلاث لعيبه يعتبر 50% من الفرقه، لكن بقيه اللعيبه كانت جاهزه، ده اللي احنا بنقول عليه بقى ان انت الاهلي حتى انت بتعمل روتيشن وبتغير وبتبدل، انت كل ماتشاتك بتخلصها على 12 على 15 وان سايد جيم، فانت ما فيش منافسه. ان هو المستوى كان قليل، المستوى بتاع المنافس كان قليل، فكان بيلعب ماتشات قويه بدليل انه خسر قويه بالظبط، فكان بيجهز فاللعيبه بتجهز، انما احنا مستوانا عالي. بس برضه يا كابتن ما اقدرش اقول يعني انا بكلم حضرتك بكل امانه، يعني انا قصدي اقول ايه، ان هو يعني هي كذا عامل. لا طبعا اكيد هي مجموعه كذا عامل، مجموعه عوامل بالظبط، ومع ذلك كل العوامل دي خسرين بشرف بالظبط كده. يعني انا بحاول بس اوضح للناس الصوره ان برضو ان ما ينفعش فريق محقق لك في اخر يعني 7-8 سنين هذا الكم من البطولات طبعا وتحصل في لحظه او في نتيجه خساره سيزون او وقع او دروب لاي سبب من الاسباب اللي احنا كلنا هندور عليه وهنعالجه، ان يتم ان هو الخوض في مسائل وفي حاجات معينه. الموضوع خلصان يا جماعه بالظبط، احنا نادي كبير ونادي بنلعب دايما على بطوله. خلصنا ربنا ما وفقناش في بطوله في الثانيه حتى لا قدر الله في الثالثه، دي سنه سيزون وقفل بنبص على اللي وراها بدليل المحصله. ايه المحصله؟ القاب كتير بالظبط كده، 14 لقب. انا حتى في المكسب بخلاف البطولات العربيه بخلاف الدوري والكاس، حتى في المكسب انا دايما بقفل على بطوله في ساعتها ببص على القدام. احنا عمرنا في نادي الاهلي ما بنبص لورا، احنا ناخد العبر والدروس من فيما سبق، لكن دايما بنبص للقدام. فدي بس الحته بتاعه الدوري عشان نقفلها غير كده. كمان النادي الاهلي النهارده لما تبص للاسامي اللي موجوده فيه، انا ممكن اعمل فرقتين وانزل بيهم الدوري وبكسب بيهم الدوري، بس شيل المحترفين. الاهلي في كل مركز اللعيبه المصريين، النادي الاهلي عنده في كل مركز 4 لعيبه على نفس المستوى. بص نلاقي عبد الله عبد السلام بعديه حسام، الاثنين لا يخلوا عن بعض. احمد صلاح مع احمد قد لا يقلوا، ثلاثات
عبو، محمد عبد الرحمن، في أربعة نعم. في أربعة في مركز ثلاثة، أربعة في أربعة، اثنين ليبروهات، عندك فرقتين، مفيش فرقة في مصر عندها الفرقة الداخلية زي الدكة بتاعتها، استحالة. لذلك النهاردة لما بيشيل لعيب ويحط لعيب ما بتلاقيش فرق كبير، مفيش. حتى الولاد الصغيرين اللي طالعين، عبد الرحمن اللي بيلعب في ثلاثة، أو الحسين اللي بيلعب في أربعة، حسين اللي بيلعب في أربعة اللي هو الصغير اللي هو بنقول عليه 18 سنة و19 سنة، لما نزل أدى كأنه موجود في الفرقة دي بقاله 20 سنة. يعني الاهلي عنده الثاني في نهائي الكاس كان نجم الماتش، نجم الماتش، واسمه ايه لسه ما بيشاركش بصفه مستمره. الاهلي عنده فرقتين على مستوى عالي وبيقدر يعمل روتيشن زي ما هو عايز. لا عنده عدد وجهاز محترم، بس احنا ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا في تغطيتنا المستمره لقبل نهائي بطوله افريقيا للكره الطائره رجال واللي بيشارك فيها النادي الاهلي. المباراة ستكون ما بين النادي الأهلي ودوالة ميناء دوالة الكاميروني. هنرجع لحضراتكم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. بنفكر حضراتكم إن شاء الله هننقل لحضراتكم مباراة الكرة الطائرة أو قبل نهائي أفريقيا في الكرة الطائرة رجال من مدينة القليبية بتونس، الأهلي وميناء دوالة الكاميروني. المباراة ستقام في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، يعني بعد حوالي نصف ساعة من الآن، وبالمناسبة هو توقيت الساعة الرابعة في تونس. والحقيقة لطالما كانت تونس يعني وشها حلو علينا في كل الألعاب الحقيقة. كابتن شعراوي أجل حضرتك، يمكن عندنا النهاردة يعني أكيد مباراة، يعني مباراة قبل النهائي، بكرة مباراة النهائي، يعني أول مرة الحقيقة يعني أو مش لأول مرة، من النادر ألاقي قبل النهائي والنهائي بيبقوا في يومين ورا بعض. وقبليهم كان امبارح دور الثمانية، وقبليهم دور الستاشر، احنا بنتكلم في أربع مباريات عشان الناس بس تبقى متخيلة. لعبنا 16 8 قبل النهائي، نهائي. ايه اللي يدفع الاتحاد الافريقي لكره الطائره انه يعمل يعني يعمل بطوله بالحمل البدني ده؟ ايه السبب؟ والله هو الاتحاد الافريقي ساعات كده بيبقى فيه عمليه توازنات، بيبقى عايز يرجح كفه عن كفه، يبدا يضغط على فرق معينه عارف ان مستوى عالي لمصالح الفرقه بتاعتها اللي هي بتلعب في ارضها تونس. بس ما هم نفس الكلام، ما هو نفس الكلام، ما هو النهارده مش هيقدر يطول البطوله عن كده لان دي تكلفه على الانديه كمان. ايوه انا قصدي اقول ان هو يعني انا مش لاقي مبرر ابدا انه يضغط البطوله، خاصه دوري المجموعات بين كل ماتش وماتش باليومين والثلاثه. هو جرت العاده على ان بطوله افريقيا انت بتلعب على الاقل ثلاث ماتشات ورا بعض على الاقل يوميا في المجموعات، بعد كده بتاخد يوم واحد في قبل النهائي. يعني النهارده هلعب قبل النهائي، باخد يوم راحه والعب الفاينل بعديها بيوم، يبقى يوم راحه. عكسوا الايه، عكسوا الايه بقى كده حمل. بس انا عم بقول ان احنا عدد اللعيبه اللي معانا والروتيشن اللي بيعمله ميدو هيقدر يخلي لعيبته مرتاحه مش تعبانين. معاه 12 لعيب يقدر يلعب بيه، 14 لعيب يلعب بيهم زي ما هو عايز، وكلهم في مستوى حد. يعني اي حد هينزله هيقدر يشيل مش هيتعب. فدي حاجه في مصلحه النادي الاهلي، بالعكس الانديه الثانيه هتتعب غير فرقه النادي الاهلي. فرقه النادي الاهلي 14 لعيب، اي حد هيلعب مش هيحصل هزه في الفرقه، بالتالي مفيش تعب لل 14 لعيب. انما لما تبقى فرقه بتلعب بست لعيبه بس او بسبع لعيبه، الاهجاد ده هيوصل لها، هيحصل عمليه اجهاد. احنا مش هيحصل لنا عمليه اجهاد ليه؟ لان احنا 14 لعيب والاربعه ال 14 على مستوى واحد. نعم. طب كابتن وائل، يعني شايف متفق مع كابتن محمد شعراوي في الكلام ده، ولا ممكن يعني الترجي احنا ما شفناهوش كويس، يعني ما نعرفش الفريق شكله ايه او السكواد بتاعه ايه او بيعتمد؟ اتفضل. الترجي وفرقه منتخب تونس يمكن ناقصين لعيب بس او اثنين محترفين، في واحد في بولندا اظن وواحد في حته ثانيه يعني. لكن هي تقريبا القوام الاساسي بتاع منتخب تونس حوالي 80 او 90 لعيب منهم، 80% او 90% 90% من اللاعبين بالظبط. بالنسبه للموضوع ده، طبعا كابتن محمد عنده حق 100%، كابتن ميدو قدر يعمل روتيشن كويس جدا. انا الحقيقه يعني بعتوا لي الماتش ريبورت بتاع او تقرير المباراه بتاع كل الماتشات النادي الاهلي لعبها، وده فعلا اللي لاحظته زي ما قال بالظبط كابتن شعراوي. تقريبا كل اللعيبه في كل ماتش كل واحد لعب جيم ونص او جيم حسب توزيعه المراكز. فهو كابتن محمد مصريح نجح في الفتره اللي فاتت دي انه يوزع الحمل. احنا عندنا يمكن نقطه قد تكون في صالحنا في المرحله دي، ان برده اللي حصل في الحته بتاعه الدوري ان انت تلعب ماتشات بيست اوف 3 او كذا مره ورا بعض، ادت الفرصه ان احنا نلعب حمل عالي ثلاث ماتشات ورا بعض وعالي قوي، ونقدر ان احنا بالظبط نقدر نعمل ريكفري في النص. فالاوريدي اللعيب المصري او لعيب النادي الاهلي خد على الشكل ده من المنافسات، فرايح جاهز للطريقه ديت من اللعب. فاعتقد دولت يعني نقطتين هيكون في صالحنا.
لكن للاسف هو في نقطه بس يعني نفسيه شويه قد لا تكون في صالحنا ان شاء الله، بس ربنا يكرمنا ونعدي قبل النهائي. ان طبعا حضرتك عارف ان المنتخب التونسي الحقيقه بيكسبنا يمكن من 2017 وهو متفوق علينا افريقيا، للاسف ما كسبناهوش ولا مره. فطبعا لان عمرنا المجموعه دي كلها ما كانت متواجده كامله في المنتخب، ولكن الواقع بيقول ان نفسيا تونس في الفتره دي عاليه شويه نفسيا علينا يعني حتى في بطوله العالم. وخليني اقول لحضرتك بس يمكن الوضع قد يختلف مع النادي الاهلي، يعني يمكن شعار النادي الاهلي تقيل، فنيله النادي الاهلي يعني اكيد هو يعني. برضه عندي معلومه ثانيه ان من امبارح تم يعني تذاكر المباراه النهائيه واستنفذت بالكامل 2000 تذكره. اعتقد ان الحمل او ضغط الجمهور هيبقى اكتر على الترجي، لان الترجي برضه الحمد لله رب العالمين احنا من حوالي 4 سنين أو 3 سنين كسبناهم في صالتهم في الترجي النادي الاهلي، كسبنا خدنا منهم البطوله. فهم اعتقد تحت ضغوط الجمهور ومع اسم وهيبه النادي الاهلي هم ما بيلعبوش فول باور. نعم بس احنا هنا يا كابتن عندنا رجاء الاتحاد الافريقي للكره الطائره انه مع امتلاء الصاله بالجماهير من حق الناس تحضر طبعا، ولكن لازم يكون في تامين قوي للاعبين في ارض الملعب. هو في نقطه لو تولع فيها شمروخ او حاجه يا كابتن يعني ممكن تسبب اختناقات للاعبين، لو سمحت يعني نتمنى من الاتحاد الافريقي، واحنا عارفين طبعا انها لعبه كبيره الفولي بول، لازم وخاصه ان احنا سامعين ان في مشاكل او تابعنا في وسائل الاعلام التونسيه كان في مشاكل وبعض الامور اللي كانت في مباراه كره سله. فاذا احنا محتاجين يكون في تامين بشكل جيد لفرقتنا، واحنا واثقين بكده لانه انتوا عارفين الصالات المغطاه الصوت بيسمع اكتر وبيبقى الجمهور قريب جدا من اللاعبين. نتمنى ان المباراه حصل موقف مشابه في نهائي افريقيا مع الترجي في صاله الترجي. فاكر المهم كان من البطوله اللي احنا خدناها، وكنا بنلعبهم تقريبا في دور الاربعه مش في دور كانت في النهائي اللي صف فيها كابتن محمد عبد المنعم خد جاله صليبي فيها. حضرتك عايز تقول حاجه؟ كنت عايز اقول ان الكابتن فؤاد عبد السلام النهارده ده المدير التنفيذي بتاع الاتحاد الافريقي، واكيد هيكون متواجد في الملعب، وما اظنش ان هتحصل حاجه من دي في وجوده، وده اصلا شخصيه هو اصلا كان كابتن النادي الاهلي ومدرب في النادي الاهلي ومدير فني في النادي الاهلي. بس خد بالك كابتن لازم يبقى لها استعدادات، ما انت في الملعب لوحدك مش هتقدر تعمل حاجه. لا برضه ده راجل مدير تنفيذي يعني هو يعتبر كانه رئيس الاتحاد، واكيد رئيسه الاتحاد هتكون موجوده. ما اظنش ان حاجه زي كده حتى هيحصل فيها الخبط والرزع والحاجات دي، هي استحاله. الوصله دي فيها ميزه واحده بس. طب اقول لحضرتك مفاجاه بقى يا كابتن، الزمالك كان بيشارك الدوره اللي فاتت في بطوله افريقيا، وجه في قبل النهائي كان بيلاعب الترجي، وحصل ازمه زي دي كبيره جدا، والمباراه قبل النهائي ما كانتش النهائي، واتخذ قرار الاتحاد الافريقي بمنع الجماهير في المباراه النهائيه. فانا بقول لك ان اوريدي ده حصل، انا ما بقولش حاجه ما حصلتش، حصلت. هو ده اللي احنا متخوفين منه. هو حصل معانا في صفاقس، وكان معانا الدكتور عمرو علواني رئيس البعثه، وهو اللي امر ان احنا نطلع من الملعب في صفاقس بطوله افريقيا للانديه برضو. وطلعنا من الملعب، كان الدكتور عمرو علواني رئيس البعثه، والكابتن عادل هيكل كان معانا موجود معانا في البعثه، وطلعنا من اللي حصل. المؤازره الجماهيريه احنا معاها جدا على فكره، مش ضدها، ولكن بشكل يكون في تامين، خاصه عندما تتكرر هذه الاحداث. يعني ماتش باسكت من حوالي اسبوعين ولا حاجه حصل فيه احداث، ايضا السنه اللي فاتت والزمالك مشارك حصل احداث، فده يخليك تقلق انه دايما في مباراه الكره الطائره بيبقى فيه نوع من الانواع. بطالب تامين بس اللعيبه، بطالب اكتر من مسؤوليه الاتحاد الافريقي ان هو موجود وفي لجان عنده هي اللي منظمه البطوله وبتشرف على البطوله، لازم قبل ما الفرقتين ينزلوا ارض الملعب يكون متاكد 100% سلامه الفرقتين. وانا اعتقد برضو ان هيحصل اكيد من الامن التونسي يتدخل، لان في مباراه كانت في الدوري ما بين النادي الصفاقسي والنادي الترجي وحصل فيه مشكله كبيره جدا والماتش تم الغائه. هي الصاله دي برضو هي فيها ميزه وعيب، يعني ما كنتش بحب انا بلعب يعني فيها. الصاله اكنك بتلعب في كيج في قفص، يعني هم حاطين حديد قفص على داير ما يدور الملعب مانع الجمهور من، بس طبعا ده مش هيمنع لو قدر الله في شماريخ وده احنا خايفين منه او قنابل دخان، هي دي اللي ممكن تعمل قلق شويه. بالظبط يعني برضو ايه يعني يمكن حضرتك لعبت ملعب وشفت، نتمنى لما تيجي الشاشه او الصوره من ارض الملعب هنتاكد اذا كان في السياج الحديدي ده ولا مش موجود ولا لا. ورا هناك فعلا السياج الحديدي وراه في الصوره يا جماعه زي ما قال كابتن وائل عادي. ما كنتش بحب العب في ظهر كابتن، في ظهر اللاعبين في سياج حديدي. ما يمنعش برضو ان اي حاجه تتحدث من المدرجات. اللي حاجه برضو كويسه ان مدينه قليبيه هي مدينه ساحليه ومدينه جميله الحقيقه، ناسها جميل جدا جدا، ويعني ما فيهاش حته العنف الجماهيري شويه بتاع انا طبعا صفاقس. نفسك يعني صفاقس حاجه فظيعه فظيعه. يعني قصدي ان تونس العاصمه ده برضو عاملين زي القاهره يعني حماسين زياده عن اللزوم شويه. بس خلي بالك احنا يعني في الاول والاخر احنا يعني الشعب التونسي او الجمهور التونسي الكوره اخواتنا وحبايبنا وشعبنا طبعا. وانا بتكلم احنا الرياضه ساعات ممكن يبقى فيها انفعال، كوره جت كوره مش عارف ايه، فلما يعني لازم يكون في بشكل او اخر
حمايه اللاعبين، لان احنا بنلعب في بلدنا الثاني تونس، ده ما فيش كلام مفروض يعني. ولكن احنا بنتكلم على ايه، ان احنا يعني امور ضمان سمعه اللاعبين. طب ننتقل على حاجه ثانيه يا كابتن، يمكن وهو التحكيم. التحكيم الافريقي بيتهيألي نوعا ما كويس يعني، ولا انت شايف ايه؟ لا، فيما عدا دول الشمال الافريقي لا، التحكيم ضعيف جدا جدا. افريقي هتعرف معلش بقى، خلينا واقعيين. انت دلوقتي كل الدوريات حضرتك لو دخلت على حتى موقع اتحاد افريقيا نفسه وشفت الصور ان هم حتى مؤخرا ابتدوا يعني يصوروا كتير نهايات او صور من نهايات الدوريات في جميع الدول الافريقيه. ملاعب مفتوحه، ملاعب غير مؤهله تماما، بيلعبوا ساعات على نجيله، ساعات على ملاعب رمليه، يعني نادرا ما بتلاقي نهائي معمولوه في صاله او فمعلش هو المستوى اللي بيحكم فيه الحكم دوت طالع منه، ولا في وضع تنافسي، ولا في تطبيق قواعد الاتحاد الدولي بالظبط يعني. فهو الانسب واعتقد ده اللي ممكن يحصل، ان هم يحطوا حكم جزائري. في النهارده هتلاقي حكم من شمال الافريقي، ما اعرفش هم الجزائر بعتوا حكم، لان ما كانش في فرق مشاركه ولا من الجزائر ولا من المغرب. الجزائر ما شغلتش ولا المغرب، ممكن يستدعي حكم او لا، ممكن يبقى في حد محايد سيمي فاينل وفاينل بالظبط. فدي ساعات بتحصل. في النهائي اعتقد ان شاء الله ان احنا تونس غالبا يحطوا حكم كاميروني، غالبا كانت بتحصل الموضوع دوت، ويساعدوا حكم لو كان من ليبيا او من الجزائر او حاجه من شمال افريقيا، هنشوف يعني. نعم طيب، خلينا برضه نستعرض تاني يا كابتن وائل مشوارنا، يعني برضه احنا قلناه في اول الاستوديو، ولكن ممكن الساده المشاهدين يبقوا يعني ما كانوش بيتفرجوا علينا من البدايه. مشوار المجموعه كان ايه، وثم النهائي وربع النهائي كان الاول؟ اتفضل. احنا الحقيقه اللي كنا في المجموعه الاولى، احنا للاسف ما اتحطناش على راس مجموعه لغيابنا عن اخر بطولتين، فاتحطينا مع على تاني كتاني مجموعه في المستوى الثاني بعد الاولمبي القليب التونسي اللي هو اللي كان المنظم وهو رئيس مجموعه، وكان معانا فاب كاميروني كثالث مجموعه. الحقيقه كسبنا، سكتنا كانت كويسه 3-0 و3-0، يمكن كشكل وك جيم بوينت وكمستوى يمكن كان احسن ماتش الاهلي لعبه لحد دلوقتي، هو كان ماتش الافتتاح المجموعه اللي هو مع الاولمبي القليبي التونسي، لان ده يمكن اعلى سكور جه مع الاهلي كان 28-30 او 32-30 يعني، هي كانت الاجمالي 82-69 لصالح النادي الاهلي. لكن بقيه الماتشات لو شفناها نلاقي 75-44 75-32 75-36، فعشان كده هنلاقي هنلاحظ الفرق في المستوى بين. نقدر نقول ان كمان الاهلي ما وجهتش الا في ماتش واحد بس اللي هو الاولاني، اللي هو يا كابتن بقيه الماتش اللي هو ماتش بتاع كليبيا انما الثلاث ماتشات اللي بعد كده دول ما فيهمش مجهود زياده، عشان كده النادي الاهلي يعني ما عملش مجهود كبير قوي عشان يبقى فيه تعب او فيه حاجه. ادت فرصه لكابتن محمد مصلح ان هو يعمل الروتيشن المطلوب بتاعه، ان هو يقدر كل واحد ياخد وقته جيم. طب الكليبي فيه لعيبه من منتخب تونس حضرتك شفته اللي كان، ما احنا ما شفناش البطوله حاجه، صغيرين اللعيبه صغيرين في السن. هي ميزه الكليبي التونسي بيعتبر نادي بيضخ دايما ناشئين للتونس للفرق الكبيره، ويعني هو ظهر مؤخرا يعني في مشاركات قاريه، لان دايما اللي كان بيخش دايما كان الصفاقسي او النجم الساحلي، كان القليبي دايما موجود ليه وجود تواجد، لكن ما كانش بيطلع في المركز الاولى في الدوري التونسي. طيب كمل المشوار كده يا كابتن. دور الثمانيه قابلنا او دور ال 16 اسف قابلنا جامعه مادادا الاثيوبي وكسبناه 3-0 الحمد لله. في الدور ربع النهائي او دور الثمانيه قابلنا الجمارك النيجيري وبرده كان النتيجه 3-0. انا حقيقه من واقع الاحصائيات اللي جات لي من يعني من الاخوه في الجهاز الفني للنادي الاهلي طبعا مشكورين. الحقيقه انا شايف ارقام الاهلي بسم الله ما شاء الله كلها كويسه قوي، يعني احنا يمكن كفنيين شويه بنبص على حاجات بتدينا انطباعات، يعني احنا لو افترضنا مثلا او لو جبنا ماتش زي ماتش قليبيا التونسي اللي هو قلنا فيه مستوى فولي عالي شويه، هنلاقي مثلا ان احنا عندنا حاجات حلوه كتير، يعني عندنا مثلا استقبال انا لاحظته مثلا واحد زي عبد الرحمن الحسيني نسبه استقباله كانت 78% في ماتشات الحلوه ده، في يعني ده كويس عجبني يعني كان كويس. كان ماتش يا كابتن اللي هو ماتش تونس الاولاني، تونس جميل بالظبط، وطبعا كان ماتش افتتاح وليه واحنا جايين من صاحب الارض والملعب، جايين من سفر وصاحب الارض والملعب وفي، فلما تشوف نتائج بالمنظر ده او نسب بالمنظر ده بتتبسط منها. برده اتبسطت جدا من نسبه كابتن محمد معوض، يعني جايب 100% استقبال، دي برده كانت مهمني جدا ان اشوف محمد يرجع تاني المستوى المعهود اللي احنا عارفينه عنه. قدرنا في ماتش 3 جيم ناخد 9 بلوك، دي برده حاجه كويسه. عندنا نسب الضرب كانت عاليه برضو بالنسبه لاحمد صلاح عمل 80%، عندنا عبو سنتر بوك 75، نسب عاليه كويسه مريحه، فدي من الحاجات اللي انا يعني عجبتني. في برضو حاجه توريك فعاليه سلاح مهم جدا في النادي الاهلي
وكان غايب علينا بقاله فتره. يمكن ده برضو انا برجعه لضعف مستوى المنافسين او لعدم وجود تركيز عالي في ماتشات بمستوى متوسط. يعني مثلا لو بنبص على الاستقبال بتاع القليب التونسي ده بيديك انطباع سيرفاك كان عامل ازاي. الحقيقه هم استقبلوا 50% و40%، فده يوريك حتى رغم ان انت ما جبتش نقط مباشره كتير، ان احنا جايبين بس 4 ايس او 4 نقطه مباشره، لكن انت ضغطتهم تحت ضغط عنيف جدا ان انت توصل نسب استقبالهم ل 50 و40% يعني نسب متدنيه بالظبط. يبقى انت كان عندك الضرب عالي بالظبط، فدي عجبتني قوي. ويقلل الضغط عليك بالزبط. في هجومهم طول ما الاستقبال بتاعه ضعيف هجومه بيبقى ضعيف، ما بيبقاش بنفس قوه لو استقبال مظبوط، عشان الكره بتبقى مش الاعداد ما بيطلعش مظبوط، بالتالي الضرب بتاعه ما بيبقاش نفس القوه بتاعته. فبعلي الاستقبال عندي، فبعلي بخلي الديفنس عندي افضل والبلوك افضل كمان. يعني كل ما ارسالي يكون قوي كل ما بضعف الاستقبال هناك، بالتالي هجومه بيبقى ضعيف، فانا باخد المبادره في ان انا اطلع ديفنس واضرب فيه جامد. صحيح، فدي نقطه مهمه جدا. هي بالظبط مهمه، لان حتى من بعد نظام السكورينج سيستم الجديد في الفولي اصبح الحصول على النقطه سهل. فانت بتجيب النقط ازاي او تقدر ده تسهل على نفسك الامور، او ازاي بيبان فرق السكور ما بين او الجاب العالي ما بين الفرق الكبيره والصغيره. نمره واحد ضغط سيرف، نمره اثنين زي ما قال كابتن شعراوي ان انت بتعقد لهم عمليه الهجوم، فبيديها كره سهله او بيديها كره تقدر تدافع عنها، فبالتالي تقدر تعمل هجوم مضاد وتجيب نقطه. فاصبح ان انت السيرف اللي بتهاجم بيه دوت بيجيب لك بعد كده اذا ما كانش ايس بيجيب لك او نقطه مباشره يجيب لك نقطه سهله بعد كده، فبالتالي بتقدر مع البلوك كله مرتبط ببعض يعني بالظبط. بس بتقدر هي دي بتعمل فروق ما بين الفرق الكبيره والفرق الصغيره. بس برضه كابتن شعراوي تفسر بايه يعني صاحب الارض والملعب وهو ميناء وشوري وهو قليبيه اولمبيك قليبيه اللي هو النادي اللي احنا لعبناه الاولمبيك قليبي، خرج من دور الثمانيه قدام فريق يعني الرواندي جياجارا الرواندي، ده هل يدل على قوه الفريق الرواندي؟ وده كانت مفاجاه الحقيقه، يعني حسام اسود من رواندا، لسه رواندا تاريخها في الفولي بول مش كبير، فريقها هيوصل للدور قبل النهائي لا هنا ويتغلب على فريق تونسي في دور الثمانيه لا هنا، يعني لازم نتوقف. وممكن نقول ان الاولمبي القليبي ده اقل خبره في اشتراكه في بطولات افريقيا، ممكن عنده بيلعب باولاد صغيرين ما فيهمش حد في المنتخب ساندهم، اول مره يشاركوا، ما عندهمش الخبره الافريقيه دي، ممكن تكون مؤثره. وممكن فرقه رواندا دي تبقى فرقه كويسه لانه الافارقه معروفين ان هم جامب عالي ضرب جامد، بس رواندا يعني ملهاش تاريخ بس يعني ممكن تلاقي عندهم ماشي. لو فريق كاميروني كنت قلت ماشي، لو فريق من كوت ديفوار تعدي، ممكن الاولمبيك الليبي ما يكونش على المستوى اللي هم لسه صغيرين لسه بيعدوا فرقه جديده. لسه ناس صغيره بتلعب، ما عندهمش ما عملوش احتكاك افريقي قبل كده. فدي ممكن حاجه مهمه جدا ان انت لعبت في افريقيا قبل كده ولا لا، عندك فرقه مستعده ولا لا. فدي نقطه مهمه جدا. في برضو حاجه الناس غايبه عنها، انا كنت مع منتخب مدرب عام في 2019، يعني بنتكلم من حوالي سنتين تقريبا. كنا في تصفيات المنطقه الخامسه اللي مؤهله للالعاب الافريقيه، وحضرتك عارف طبعا اكتر مني يعني دي بتبقى احنا لازم ناخد السكه دي عشان نتاهل. كينيا ونيروبي والسودان احنا مجموعتنا الحته دي، ورواندا وبوروندي والحته دي بالظبط. فطبعا احنا كنا زمان بتروح باي فرقه بتكسب وان سايد جيم، فلا اخر بطوله الحقيقه كان عندنا كينيا كانت مبشره، رواندا كانت مبشره، اوغندا كانت مبشره. الفرق دي كان عندها محترفين في تركيا ومحترفين في ايران ومحترفين في كوريا بيطلعوا لعيب واثنين وثلاثه، وهم رواندا كمنتخب كسب منتخبنا كينيا مش للاسف كينيا. كينيا كسبتنا وكينيا في البنات كمان. لا هي كينيا متفوقه دايما في البنات، لكن بنتكلم على الاولاد ان احنا كسبنا اول مباراه في بطوله افريقيا بالظبط. يعني هي واحنا يعني دقينا ناقوس الخاطر دوت يا جماعه ان الفرق دي ماشيه كويس وماشيه صح. رواندا من بعد موضوع المصالحه السياسيه والمتوقف الحرب عندها في طفره غير مسبوقه، ده من 12 ل 13 سنه. حضرتك برضو عارف الباسكت بينظموا دلوقتي بطولات ان بي اي وبينظموا بطولات عالميه وعندهم صالات عالميه، فلا هم ماشيين كويس قوي، عندهم طفره جامده بالظبط. احنا كينيا بعد ما كسبت المنتخب الاول بتاعنا السنه اللي فاتت في افريقيا، الناس مش مقدره حجم المشكله اللي هتحصلت لنا، طلع كم لعيبه منها الاحتراف الخارجي غير طبيعي. كينيا في منهم جه في مصر، في منهم راح تركيا، في منهم راح السعوديه. اللي جه مصر راح فين؟ كان اوبزيت بتاع الفريق سموحه بالظبط، فريق سموحه ثالث دوري فالسنه اللي فاتت. فلما يجيبوا السنه دي بغض النظر هم لعب على خامس، لكن جابوا السنه دي معنى كده ان انت حتى
بتساعد ان انت الناس دي تحتك وتاخد عليك في بلدك مع لعيبتك اللي هي بتخاف منك. دي مدرسه على فكره يا كابتن شعراوي برضه يعني طبعًا. يعني معلش في مدرسه يقول لك ما جيبش اللعيبه محترفين من الدول اللي بينافسها في المنتخب على فكره بالزبط. عشان ما ينقلوش كمان يعني برضه لانه هيحفظ اللعيبه بتاعت دي ولا ده سوق مفتوح هجيب اللي اجيبه. لا وانا بص برضه لو انا لاعب احتراف هجيب اللي انا اجيبه. ليه؟ انا عايز اكسب، انا كنادي عايز اكسب، مش هقول لا ده هيضرني في المنتخب او مش هيضرني في المنتخب. ما هو انت برضه محطوط ضحيه. ده حصل مع تونس، ده حصل لما جبنا المعلق في الزمالك لعب، راح نقل كل حاجه، راح نقل كل حاجه. عندنا لعيب برضه في الاهلي في نفس الكلام حصل. هو مش كده، احنا كنا راكبين عليهم نفسيا فتره طويله. انت لما بيبتدي بيخش معاك ويشوف ويتعايش معاك بيتكرر عليك خلاص بقى بالظبط كده، بين الاحساس ده للتيم بتاعه وتحصل مره، وخصوصا ان انت مش بعيد عنهم. انت كنت تكسب ماشي، بنكسب الحمد لله، بس بتكسب برضه بصعوبه شويه، بصعوبه ما هياش ما كانش سهل. لا انا شايف ان لازم تتحط في الاعتبار، لازم نعرف مين اللي بينافسنا، لازم اعرف اجيب على مستوى المنتخبات السوق منين بالظبط. ما هي قصدها ده يعني، ده هنخش طبعا هنبعد عن ماتش الاهلي، لكن ده اطار عام في التفكير. يعني انا زي ما منعت في فتره ان انا اجيب معد في عشان لعيبه عندي المعدين او حارس مرمى في كره القدم، حارس مرمى في الكوره، انا امنع جزء افريقيا، احدد دول معينه اجيب منها، ما اجيبش دول انا اساعدها او بس خلاص اوجه. انت بتجيب ساعات من افريقيا لرخص الثمن بتاعها. انا بروح حضرتك اوجه انا النهارده بجيب عشان ما المبلغه اللي بياخده قليل، مش هقدر اجيب من اوروبا عشان مبلغهم عالي، مش هقدر اجيب لعيب مصنف، فبجيب حاجه على قد المبلغ اللي هو مرصود بس له. ممكن اجيب مع فرق مش منافسه ليا، ده وارد جدا. في فرق احنا ما بنسمعش عنها، ما احنا معنى كده ان احنا مش هتجيب من الكاميرون، مش هتجيب من كينيا، مش هتجيب من الجزائر، مش هتجيب من تونس، يبقى انت هتتجه لاوروبا. الجزائر قفلت افريقيا، الجزائر والمغرب ما بيخشوش في اغلب المنافسات الافريقيه، مع العلم ان هم الجزائر لاول مره تكسبنا مرتين ورا بعض من 30 سنه. بس الجزائر خلاص متهيألي هي ما بتروحش، لكن كسبتك انا كسبت حضرتك، ما دي مشكله كبيره في الامم الافريقيه وفي الالعاب الافريقيه في شهرين ورا بعض عمرها ما حصلت من 30 سنه. طب خليني افتح برضو يعني حوار النقاش، يعني منتخب مصر كان عنده 3 مباريات وديه فاتوا، حد اتفرج عليهم؟ حد شاف لهم؟ يعني كسبنا السعوديه ماتشين اليومين اللي فاتوا مع البحرين. البحرين خسرنا، لان البحرين منتخب اول، واحنا كل اللي موجودين ما فيهمش لعيبه التوب ليفل اللي هم الاهلي والزمالك. كل الاهلي والزمالك بره فيه. كويس، ما ده حلو برضه احتكاك كويس. يعني حتى أكيد. لو خسرت بس ده احتكاك للصف الثاني، ما يدكش برضه المؤشر. انت بتقول خسرنا بالبحرين، انا خسرت بالبحرين من فرقه ناس ما بتلعبش فرقها اصلا، يعني في مثلا ناس من النادي الاهلي ما سافرتش بطوله افريقيا بتلعب في المنتخب ده. انت قلت لحضرتك ان احنا بنلعب بالصف الثالث او الرابع، ما بنلعبش وناس صغيرين في السن جدا. بص يا كابتن برضه، لا عاوزين الحاجه برضه، هي فرصه كويسه جدا ان انا اوري الناس. خد لحضرتك اغلبيه الناس من اللي لعبت وشاركت كان ليها مشاركات، سواء الاولاد الصغيرين في نادي الجيش او في نادي سموحه او في نادي الطيران او يعني في انديه مختلفه. انا شايف ان هي كانت بغض النظر، يعني لان هي برضه مدارس. في ناس يقول لك انا ما اخسرش من الدوله العربيه او ما اخسرش، ان انا النهارده هيطلع يقول لك احنا خسرنا. كل الناس بتسالك دلوقتي انت خسرت من البحرين، معلش حضرتك، ما هو ما يعرفش انت لعبت مين بالظبط. طب معلش انا اقول لحضرتك بقى، اصل هي لو قعدنا نتناقش، طب هقول حاجه ثانيه، انت دلوقتي البحرين اللي جابها هنا تعمل معسكر معاك، ليه البحرين جت وليه السعوديه جت؟ عايز استفاد. حلو قوي. البحرين عمرها ما كانت بتيجي هنا غير فترات متقطعه، لما هي تضحي بمعسكر خارجي عشان تيجي تفيدك انت وتضخ عندك فلوس في معسكر، هل المفروض ان انا اجرب فيها فرقه صغيره ما اخليهاش تستفاد وتطلع بوان سايد جيم فما تجيش تاني مثلا؟ يعني احنا السعوديه بالفرقه دي كسبناها. طب دي فرقه، ما احنا لعبناها فرقه صغيره. وجهه نظر الثانيه، لا دي فرصه جيده جدا ان انا الولاد دي تاخد خبره وتثقل عن طريق فرقه، لان خبره حضرتك ان منافسنا في البطولات العربيه هو البحرين، هو منافس الاول لينا. فعلا. طبعا هو البحرين هو منافس الاول. يعني البحرين دايما في يعني البحرين اوريدي فريق قوي. فريق قوي. يعني الناس تقول لك البحرين، لا البحرين هو البحرين جامد جدا قوي دايما بينافسنا زي تونس في افريقيا في بطوله الخليج، هي محتكره بطوله الخليج، وان تونس كمان ما بتجيش بطولات عربيه، فانت عندك الوحيده هي البحرين هي قدامك. فهي شو حاجة، هي مدارس حضرتك شايفها يعني بوجهين، وجه ان هو ممكن كان لازم اكسب وكان لازم اعمل معسكر عشان يجي لي تاني بالظبط، وجه اخر ان هو انا بجرب الجيل. انا النهارده برضو مصر ليها اسم وليها سمعه في الدول العربيه، انت بتاثر على مدربينك ان هو ما يروحش البحرين. ده انا المنتخب البحريني كسب، اجيب مدرب من مصر؟ لا ما اجيبش مدرب من مصر. ما انا المنتخب البحريني كسب منتخب مصر في مصر، ده بيحصل فاهمني. انا ما كنتش العب مع الفرق دي هيت بفول تيم، ما اديهمش الفرصه ان هم يتكلموا عليا، عشان دايما محافظ على الايمج بتاعتي. طب انا ممكن يكون هو جالك مش عشان الخبره بتاعتك، او انه لا يمكن تكلفه المعسكر في اوروبا اكتر من عندك، او ان النهارده اوروبا قافله
او مش عايزه تاخد حد من عندك من من المنطقه العربيه. هو يمكن بيستعد أو كورونا أو البحرين. أو البحرين انا عارف بتستعد لكاس او دوره العاب الخليج بيلعب بالظبط، فهو عايز يلعب فرقه قريبه من نفس الايه المستوى. احنا كلنا عرب وكلنا بنلعب، فهو يمكن عشان كده اختار مصر واختارش تونس. ليه؟ لان تونس فيها دلوقتي البطوله العربيه عشان بتوع افريقيا شغال. هي في جميع الاحوال هي هو مكسب لينا طبعا واشقائنا، ويا ريت يجوا لنا على طول يشرفونا. بس انا بتكلم في دي يعني انا بالنسبه لي كمدرب لو انا ماسك منتخب مصر، لا انا بالنسبه لي فرصه عظيمه اجرب الولاد الصغير. بس ما احطش اقول ده منتخب مصر، انا اقول ده اقول ايه ده ايه الاداره هتبقى هتسمع اقول ده منتخب ناشئين او منتخب تاني او منتخب ثلاث بطولات جايين لافريقيا. ثلاث بطولات عندك، العاب افريقيه، بطوله عالم، و اللي هي التضامن الاسلامي، دوره التضامن الاسلامي والبحر المتوسط تقريبا. فانت عندك اربع بطولات جايه للمنتخب، فممكن يكون فكر الخواجه الجديد مع منتخب مصر انه عايز يعمل صف اول وثاني وثالث، لان مش ممكن هيلعب ب 14 لعيب اربع بطولات. ممكن يكون ده فكره، مش مهم اخسر دلوقتي. انت فاهم حضرتك ازاي؟ يعني اربع بطولات دي هل هيسافر بنفس الكواد اللي بيلعب بيه في كل بطوله؟ بتهيألي مش، الاجانب ما بيعملوش كده. المفروض لان دي حصلت غلطه قبل كده وخسرتنا الامم الافريقيه. بالظبط. فانت دلوقتي عندك اربع بطولات جايين، لا انا احط المنتخب يبقى قوامه 26 لاعب مثلا 28 لاعب واختار منهم ال 14 اللي هيسافروا. ده اللي انا اقدر اقوله او اللي اعرفه، فممكن يكون ده السبب ان هو اثر او اختار. اصل خلي بال حضرتك برضو انا ما فيش ماتش ودي هيتعمل الا بموافقه المدير الفني. وهو مش يعني مش تلميذ، هو عارف ان النادي الاهلي بره، عارف الزمالك طالع من الدوري، فهو خد مجموعه يلعب بيها هيجرب لعيبه ومش مشكله اخسر. ما دي الميزه، ان دايما يعني يمكن يعني معلش انا اسف عندنا في مصر دايما ما بنبصش للصف الثاني، يعني دايما بنزاد على المنتخب على مستوى المنتخب. اذا بتقول اكسبوا العبوا مظبوط. انما هي في نقطه النهارده ان في جاب كبير جدا ما بين الناس اللي فعلا في المنتخب الاول وما بين الناس اللي احنا شفناهم بيلعبوا مع البحرين ومع السعوديه. في جاب كبير قوي، يعني فرق مستوى كبير قوي، فرق مستوى كبير. ده لازم يقعد له سنه بيقعد يتمرن او ست شهور بيتمرن عشان يحصل قريب من هنا. هديله، ما انا عايز اديله عشان ياخد خبرات كافيه، مش هديله ببدايه بماتشات. بس يا كابتن شعراوي خلينا ناخد بالك برضه من حاجه، ان اغلبيه المنتخب اللي اتجمع ده كان في بعض عناصر في المنتخب اللي خد رابع عالم مع يعني من حوالي سنتين. ما بيلعبوش سنتين. في فرقه؟ لا بيلعبوا في بيلعب يعني في عندك وفي عندك بتاع الزمالك ميدو وكان بيلعب اللي هو اربعه، كان بيلعب في ماتش بتاع انا شفته امبارح كان موجود في الملعب، كان في عصران، وعصران يعتبر من عصران من اللعيبه الكبار. ما هو عصران ما سافرش مع الاهلي علشان طيب يبقى عشان دليل على ايه؟ عشان موضوع التجنيد. فكانت فرصه ان هو يشارك وياخد فرصه. انا الشوقي بيلعب في الاهلي، يوسف مرجان كان نفس يوسف، كانت فرصه كويسه ان هو الثالث في الاهلي ان هو ياخد فرصه ويشيل ماتشات والناس تشوفه وياخد فرصه ان هو يخش. فلا انا شايف ان مروان الصافي ده ما كانش يبتدي بماتشات، اديهم فتره تمرين عشان على الاقل ما هزش ثقتهم اول ملعب كده يبتدوا يتضربوا يخسروا يخسروا يخسروا. ده بيفكرني بيه فتره تدريب وبعد يعني كده بقى العب ماتشات. لانها كانت غير مرتبه، انا برميهم في النار مره واحده، كانت غير مرتبه. نرجع بقى لاصل الموضوع ده، اكيد ما كانش هحطه في برنامج. طب ما انت اكيد دوله او جالي حد عاوز يعمل معسكر فلازم احضر له ماتشات وديه، فنعمل نكون فرقه ونحطها. او ما انا حارق الناس دي هيت. ما هو بقى عشان كده بقول لحضرتك ايه الوجهات النظر، معادلة. اعمل ايه؟ ادي فرصه ومش مهم النتائج واستحمل الكلام ده، ولا اخد الريسك واخسر فرقه ممكن تيجي لي تاني، واخسر ممكن برضو لعيبه زي ما كابتن شعراوي ان هو ممكن فعلا يتاثر بحاجه زي دي ويبص يلاقي نفسه بعد التجميعه دي مش محطوط في الحسبان اساسا، يبقى هو خسر فرصه ان هو ما هو انا شفتك ويتطور. انا شفتك وانت خسرت ومن كذا ومن كذا ومن كذا وخلاص. تعالى بقى تعالى كده على جنب، وبرضو اللي هيلعب اللي جاي اللي جاي من بطوله افريقيا او اللي جاي بيلعب في الدرجه الاولى. طب خلينا نرجع لمباراه النهارده، مباراه قبل النهائي لكره الطائره. يمكن المناقشات بتاخد بعضيها بس دي حاجات انا الحقيقه بستفاد منها جدا المناقشات دي. بس خلينا نرجع لمباراه النهارده. يعني هل شايف النهارده كابتن محمد مصطفى حميدو هيبقى عايز يكسب المباراه باقل مجهود عشان يحافظ على بكره، لان عنده مباراه بكره منتخب تونس كله، ولا شايف ان هو هيقول لك ابتدي جامد اخد الشوط الاول واخش الشوط الثاني افرق وبعد كده اريح اللعيبه؟ يعني في فكرين، انزل عادي ومريح واتحمل ان ممكن يبقى الماتش ماشي ايكوال، او انزل بالفول باور شوت والتاني خلص واروح. بس هيبقى في هنا رفعت الاجهاد شويه، شايف ازاي يا كابتن شعراوي؟ انا شايف ان هو طبعا كابتن ميجدو اتفرج على الفرقه دي وحللها تحليل كامل طبعا. هو ان شاء الله هيبدا ان هو عايز يكسب الشوط الاولاني، هينزل بالست الاساسي بتوعه يلعب في منتهى القوه، ياخد الشوط الاولاني وعلى ضوء الشوط الاولاني هيكمل بيهم، ولا هيبدا يعمل عمليه تغيير او روتيشن تاني. لا ولا الماتش سهل وماشي بسيط يعني تحت ايده زي ما هو عايز، هيبدا يعمل روتيشن. انما هو مش هيغامر، ف
في الوقت الحالي ان هو يفقد شوط، لان الشوط اللي هيفقده مجهود على الفرقه، فهو لازم يركب المباراه من اولها. صحيح. هيلعب بالسته الاساسي يكسب الشوط الاولاني، يعني لو لقى الماتش ماشي معاه هيقدر يعمل روتيشن، لو ما لقاش الماتش ماشي معاه هيفضل ماسي مثبت عشان يخلص من الماتش دوت. صحيح. طب كابتن وائل شايف متفق مع كابتن شعراوي كده ولا شايف ان كابتن ميدو؟ لا انا اعتقد اكيد الماتشات اللي قبل النهائي ليها اعتبارات، وخصوصا كمان الاعتبار الكبير ان في ماتش بكره، فهو لازم هينزل بالفول باور بتاعه وهيسيب لغايه امتى؟ فول باور لغايه امتى؟ لا وانا شايف ان هو لو السكور فتح حتى تغييراته تبقى محدوده، يعني ممكن نبص نلاقي فيه ماكسيمم 3 تغييرات في الفرقه، وثلاث تغييرات ترد، بمعنى يعني انا لو عندي مثلا اقدر اعمل تغيير البصير، انزل ضريب على الشبكه وانزل البصير ورا اعملها فريح ناس 3 لفات. ان انا اروح ساحب بلوكر من بتوع 4 او مستقبل في لفه مثلا خلفيه، او يشيل اخر 10 بونت او اخر 5 بونت يخلص بيهم الجيم وارجع تاني ابتدي بالاساسي لعيب 3 في وقت محدود جدا. فبالتالي اعتقد ان تغييراته النهارده هتبقى محدوده للغايه لغايه ما يركب الجيم. لا انا ايا كان اعتقد ان هو طول الماتش هيمشي بالسياسه دي، لان ده ماتش قبل النهائي. بس ده في ريسك على اجهاد بكره، ولا احنا احنا لاعبين ماتشين امبارح. انا مع حضرتك، انا معاك في دي، لكن هو يقدر يريح. اصل خد بالك حضرتك تاني برضه، هو لو ضغط ولعب وامور مشيت، واحنا بنتمرن في العادي ساعتين، الماتش لو بتضغط ومشي كويس ساعه ساعه وربع، فانت بالتالي بتنوع، يعني في نوع من التريح برضه، استخدامه للمعد وتوزيع اللعب والضغط بالسيرف، الحاجات دي كلها بتسهل اللعب. فهو اللعيبه في ايديها، يا تصعب الماتش وتخلي تغييرها قليل او متاخر، او تريح الماتش وتخلي في تغييرات تسهل سير المباراه. وانا برضو اتمنى تاني ان هو ما يعملش تغييرات جذريه، يعني ما ينفعش ان انا حتى لو ركبت اول جيم وخلصت فرق 10 ايوه، لان ممكن تخسر التاني، لان هي بالظبط بعد ما يضمن، هو بعد ما يضمن بالظبط، يعني هي اصلا مفيش ضمان. لعيب الكره الطايره، لعيب الكره الطايره متعود ان هو بيتمرن الصبح، يعني احنا في بطولات افريقيا عموما بنتمرن الصبح وبنلعب الماتش بعد الظهر. استاري النهارده اكيد ما مرنهمش، لا 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 ممكن نهار. بيعمل ارسال استقبال، هو التمرين مش تمرين، ارسال استقبال فك عضلات، بس لازم يوم الماتش الصبح لازم فيه تمرين عشان مش كسل، علشان السنس يبقى موجود، ده اساسي يبقى دايما فانه يلعب جيم او اتنين جيم، ده ما يعتبرش اجهاد. يعني انت شايف النهارده بكل الاحوال مش هنجهد، يعني لا 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 ان شاء الله، دي خالص ان احنا لعبنا مباراه امبارح ومباراه اول امبارح، والمباريات اللي قبل كده الاثنين اللي قبل كده ما فيهمش مجهود جامد، فرقتين مش 3-0 3-0 وما لهمش باع في كره طائر، يعني فريق من اثيوبيا يعني ما فيش مجهود يعني انت عملته. يمكن عندنا احصائيات بتقول لنا انه ماتش دور ال 16 خلص في 50 دقيقه، تمام، يعني يمكن تمرين اقوى منها يا كابتن. تمام، يبقى ده ما انت عملتش مجهود. يبقى ما فيهوش مجهود. طب لو ما حضرتك ماتش دور ال اثيوبيا طبعا دور الثمانيه خلص كام دقيقه؟ 47 دقيقة. 47 دقيقة، ده كمان اقل من دول، لان هما لان هنا بيحسب الديوريشن بتاعة الشوط، ما بيحسبش الوقت بتاع الاوتو مستقطع واللف، يعني لا الشوط لا لا ده اللي ملعوب بيقول 47 دقيقة. حط يا سيدي في يوم تلت ساعة بقى تغييرات يعني وتايم اوت معاد كانك يعني اتمرنت تمرينة الصبح. ده بالعكس، ده ممكن دي تبقى احسن من تمرين انت خدت جو الملعب وخدت الامور وبتاع، عشان كده بقول لك هما مش مجاهدين من الماتشات دي بتاعة المجموعة ولا الكلام ده. يعني انا اللي عاجبني في حضراتكم انتم مستبعدين حته اللي ممكن يكون، لا مفيش حاجه اسمها اجهاد، بالعكس ده شايف ان هي ممكن تكون اجهاد. لو انا عندي 6 لعيبه 7 لعيبه بقى عندي اجهاد. الميزه كمان ان حتى الفرقه مش من تونس، بمعنى ايه؟ يعني انت ممكن يبقى عندك جزء جهاز عصبي، ان انت مشدود مع الجمهور ومشدود مع ان دي فرقه مثلا صاحبه ارض او فالحمد لله برضو ان هي لا هي فرقه افريقيه، فما فيش جمهور الا بقى لو جمهور الترجي ملى الصاله قبل الماتش، فده اللي ممكن يعمل ضغط، وان كان برضه بيبقى كويس ناخد عليه شويه على الصوره. 100 هنلاقي في الماتش ده هتلاقي جمهور الترجي هيملى الملعب قبل المباراه، يعني اكيد، بس ده حاجه كويسه هياخدوا عليه. انا بهرج فريق ممكن. طيب حضرتك قلت يا كابتن شعراوي انه هيبتدي بالسته الاساسيين اللي هم من وجهه نظرك مين؟ هيبقى عبد الله عبد السلام، احمد صلاح، وهينزل تشكيل مع حضرتك اهو شوفوه. محمد معوض ليبرو؟ لا 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 لا. محمد عادل 3. محمد عادل 3. وعبد الرحمن سعودي 3. عبد الرحمن سعودي. وعبد الله عبد، احنا قلنا عبد الله عبد السلام واحمد صلاح. كده 4 كده. 4، احمد سعيد. احمد سعيد ماشي. تمام، وهينزل الحسيني. الحسيني. مش هينزل بليبرو في الأول؟ ما هو بعد بيطلع لعيب وينزل الليبرو مكانه. امتى بقى؟ في بدايه المباراه خلاص، هو حط البوزيشن بيبقى معروف الليبرو هينزل مكان مين، ماشي، هيطلع يعني واحد من ثلاثات وينزل يطلعه امتى بقى؟ في بدايه المباراه. في بدايه المباراه. طيب خلاص يبقى عايزين نشيل هنحط محمد معوض. وهيشيل مين؟
هيشيل محمد عادل او محمد عادل ورا. هو بيبدل مكان لعيب الثلاثات. ماشي يبقى هيشيل محمد عادل وهينزل محمد لو هو في المنطقه الخلفيه. لو ابتدى بيه على الشبكه يبقى هيطلع مع عبد الرحيم عبد الله اسمه ده عبد الرحمن سعودي. طيب احنا جالنا خبر دلوقتي ان المباراه تم تاجيلها للساعه 5:30 يعني نصف ساعه. وده طبيعي في افريقيا الحاجات دي بتحصل. ده يا رب تلعب 5:30 بس. الماتشات اللي قبليها ممكن طولت ولا حاجه؟ مفيش ماتشات قبلها وفي ترتيبات؟ لا هو ممكن عشان ياخرها عشان ماتش الترجي. ليه؟ هتلاقي مثلا التلفزيون حاجز تلفزيون عشان يذيع هناك. ممكن. وله ميعاد او وقت معين فطالب ان هو ياخر نص ساعه فياخر الماتش الاولاني عشان يبدا الماتش الثاني في الميعاد بتاع التلفزيون. طب كابتن حضرتك شايف تشكيل الاهلي وكابتن شعراوي متفق معاه ولا ممكن يكون في تغيير في مركز او اثنين؟ راي حضرتك الفني ايه؟ اربعات اعتقد ما فيهاش كلام يعني هو هيبقى كابتن احمد عبد العال التغيير الاساسي طبعا مع الاثنين الاساسيين لان احنا زي ما اتفقنا ان اللعيب الامريكي مش جاهز خالص فمش في الحزب. ليه مش جاهز يا كابتن؟ مصاب؟ اتصاب اصابه التواء في الكاحل في اخر الماتشات وكانت اصابه جامده شويه هو لسه تقريبا مش جاهز تماما يعني فاحنا الاعتماد هيبقى غالبا على الثلاثه بس المستقبلين. بالنسبه للاعتقد الحيره الرئيسيه عند كابتن محمد هتبقى في الاثنين في اللي هيلعب مع محمد عادل. اعتقد محمد عادل حاجز مكانه من فتره في التشكيل الاساسي بتاعت النادي الاهلي بمستوى السنه دي بصراحه ممتاز والحيره بقى في اللي معاه لان الثلاثه كويسين بس كده انت ممكن تلعب بكره الفاينل من غير المحترف بتاعك. هو بنسبه كبيره بنسبه كبيره ضايع عندنا باد لك جامد جدا الفتره دي. لا والله تعرف حضرتك احنا اغلبيه السنين اللي خدنا فيها افريقيا انا يعني الحمد لله رب العالمين خدت مع النادي الاهلي في افريقيا 6 مرات الحمد لله كلهم كانوا من غير محترفين يعني احنا مؤخرا بس ابتدينا نستعين محترفين لكن احنا طول عمرنا ما كناش. طب الفرقه كنت بتلعبوها كان بيبقى فيها اجانب؟ اه طبعا بس احنا ما الحمد لله رب العالمين كنا يعني. لا يا كابتن انتوا الجيل ذهبي اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا وتغطيتنا المستمره لقبل نهائي اللي تم تاجيله نصف ساعه ليكون الساعه 5:30 الاهلي وميناء دول الكاميروني ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد بنفكر حضراتكم المباراه اتاخرت نصف ساعه هتقام في الساعه 5:30 الاهلي وميناء دوالا الكاميروني ودي لقطات من ارض الملعب حصريا على قناه النادي الاهلي لاحماء الفريقين ودي صوره الملعب ملعب ما زال فارغا والنادي الاهلي هيرتدي التيشيرت او الطاقم الازرق لان الفريق الثاني لابس لون مخالف فاذا والصاله لسه ما زالت فارغه يمكن مباراه الترجي بعد مباراتنا. ارجع لضيوف الاستوديو التحليلي كابتن شعراوي يمكن المباريات يعني اللي بتبقى ضد البلاد من افريقيا السمراء بيبقى بتلاعب لعيبه بدنيا اقوى بتلاعب بلوكات اعلى لان هم بينطوا اكتر شايف ازاي اللعيب المصري بيقدر يلعب قصاد هذا النوع من المدرسه؟ احنا عندنا اللعيبه بتاعتنا متعوده تلعب مع اللعيبه الافارقه لان احنا عندنا تركيبات وخطط معينه في الهجوم بتساعد اللعيب بتاعنا انه يطلع يخلص الكوره يعني عندنا معدين على مستوى عالي جدا زي عبد الله وزي حسام بيعرف يعمل تركيبات على حائط الصد اللي قدامي اضعف الامور بيطلعوا سنجل بلوك يعني لعيب قدام لعيب واحنا عندنا الضريبه بتاعتنا قويه جدا احنا عندنا اللي بيفرق معانا الكره الاولانيه طول ما الكرة الأولية عندنا كويسة بيبقى هجومنا قوي جدا لأن بنعرف نعمل تركيبات هجومية وبنضرب من على الشبكة وبنضرب من المنطقة الخلفية أكتر كمان من المنطقة الأمامية. عندنا الاثنين البلاي ميكرات بتوعنا عبد الله وحسام الاثنين على مستوى عالي جدا 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 بيقدروا يهربوا الضريبة بتاعتنا بيعملوا تركيبات غير طبيعية بيسهل اللعب على الضريبة عشان كده احنا بنقدر نتفوق عليهم على الأفارقة بالذات. شايف يا كابتن وائل نفس الكلام يعني يمكن كابتن شعراوي مشكورا وضح ان احنا بنقدر نتغلب على ده بالتركيبات والجمل الهجوميه ان المعد يطلع اللاعب ضريب على سنجل بلوك فيبقى لاعب قصاد لاعب فبتقدر بشكل او باخر ان انت يعني تبقى الدنيا اسهل ولا شايف ازاي نقدر نتغلب على هذا النوع من المدارس؟ لا طبعا اكيد احنا اللي بيفرقنا عن القاره السمراء الخبره بتاعتنا لعبتنا مهريه رغم ان احنا جسمانيا وبدنيا اضعف منهم بكتير لكن احنا عندنا الناحيه دي كويسه. هي في جميع الاحوال احنا كنادي اهلي عندنا اسلحه لازم نستغلها لو استغلناها مع اي فرقه كبيره او صغيره هيبقى الموضوع اسهل بكتير قوي. نمره واحد الارسال دوت لو وانا شايف ان احنا في الماتشات اللي فاتت كان الحمد لله عندنا ثبات فيه. نمره اتنين طبعا ان احنا نحاول نظبط اول كوره مش عشان حاجه يعني اول كوره على فكره حتى في عالميا دلوقتي نسبها قلت قوي
لان قوه الارسال بقت اكتر. بس هي انت ازاي بتعرف تخلص بالكره اللي هي جايه من الاستقبال المتوسط او الاستقبال السيء الضعيف. فهي احنا دي مشكله اللي عندنا دلوقتي. احنا في فتره يعني سابقه كنا بنعرف نتعامل مع الحاجات دي. حاليا عندنا شويه بنلاقي شويه صعوبات في تخليص الكره من الاستقبال المتوسط او الضعيف. لكن احنا لو بنخلص من الاستقبال المتوسط الضعيف ما عنديش مشكله، مش لازم استقبل كويس على فكره. لان اصل في ناس دايما، حتى للناس اللي هي بتتفرج دايما يقول لك استقبال وحش استقبال وحش. يا جماعه ما هو ما لازم طبيعي. وايه المشكله؟ بالظبط. استقبل وحش واقدر يعني اعد بعد كده. دايما بنقول ما تغلطش، يعني ما يجيش فيك بونت مباشر، لكن استقبل الكره في قلب في وسط الملعب واحنا هنتعامل معاها. اقدر بقى اخلصها بمهاره عاليه، اقدر احطها في بلوك واخدها تاني واشتغل عليها، اقدر اديها للفريق التاني واعمل دفاع تاني واحاول اخلي الكوره، يعني ليها طرق مختلفه يعني. نعم. فدي مهمه، لان انا برضو شايف من احصائيات فريق دولة الحقيقه ان هو نسبه في الماتش الاخير اللي هو اللي كان قبل ماتش الاهلي نسبه عاليه جدا في الاستقبال. فاحنا هنشوف النهارده مباراه ما بين سيرف الاهلي ارساله وما بين استقبال الفريق الكاميروني، ودي غريبه. يعني انت زي ما اتفقنا ان هو عاده مش مهاري، يمكن في دور الثمانيه اكيد كان منافس ضعيف. اخد بالك حضرتك من حاجه برضو، دقه الكوره اللي هي بتخش في منطقه الاعداد، انا في رايي انا ما بحسبهاش كده قوي. لان انت ممكن تلاقي لعيبه، احنا نفسنا لما كنا بنلعب في رياض افريقيا بماتش سهل شويه كنا بنتهاون اكتر في اداء المهاره، فبالتالي تلاقي الكوره بدل ما تيجي مظبوطه تلاقيها بتيجي بره شويه. فلكن لما انا العب قدام فرقه حتى لو كانت ضعيفه واحط الكوره في حته كويسه، معنى كده ان انا مهاريا كويس، ذهنيا حاضر ومركز عليه قوي. فده اللي انا بيهمني في الموضوع ده حتى لو كانت الفرقه وحشه، فبقيس عليها الحاجات دي. عندهم برضو حاجه يعني انا مش عايز اقول مقلقه، لكن عندهم نسبه بلوك حلوه في 3 جيم، واخدين 12 بلوك نسبه عاليه، بس نصهم 50% من اللعيب الاوبوزيت. فبالتالي هم برضو عندهم 3 لعيبه بيعتمدوا عليهم، الاثنين المستقبلين مع الاوبوزيت. فهنشوف النهارده برضو مباراه كده الاوبوزيت. طالما هو بياخد بلوك الاوبوزيت يبقى اكيد الفرقه الثانيه اغلب ضربها من 4 عشان الاستقبال مش مظبوط. لان هو النهارده اكيد طبعا طول ما كره الاستقبال مش مظبوطه بضطر ان انا ارفع في 4. هما كانت نسبه تخليص الفريق الكيني كان 52% من استقبال الكره المظبوطه، فدي تعتبر نسبه عاليه. هو واضح ان هما كان عندهم مشكله في التخليص من الكوره، فعلا في حوالي 9 بلوك اتاخدوا منهم من الكوره اللي هي طالعه من الاستقبال السيء. الاستقبال السيء رايحه في 4 بالظبط، كان عندهم مشكله في الموضوع. طبعا هي يعني زي ما احنا بناخد انطباعات من الاحصائيات قد لا تكون يعني واقع المباريات مختلف، بس لكن بتدينا بالظبط انطباع. والمنافس كان المنافس بتاع اللي بيلعبهم كمان اكيد بيختلف طبعا، اكيد مع حضرتك تفرق كتير. نعم. طيب خلينا نقول بقى المدرسه الثانيه وهي مدرسه شمال افريقيا. احنا اتكلمنا دلوقتي على المدرسه الافريقيه افريقيا السمراء، ولكن نيجي شمال افريقيا هنا المهارات بتبقى عاليه، وهنا بيبقى مدرسه مشابهه لمدرستنا. شايف ازاي يعني ليه ايه التفوق تونس الغريب من 4 أو 5 سنوات علينا كمنتخب؟ تونس تفوقت علينا بسبب ان المهارات عندهم بقت عاليه جدا. اللعيبه بتاعتهم اللي في المنتخب اغلبيتهم بيلعبوا محترفين بره البلد، فبيتعاملوا مع مستويات اعلى من مستوياتهم، بييجوا ينقلوا خبرتهم اللي خدوها بره للفريق التونسي. معهم جهاز طبعا فني عالي على مستوى عالي جدا. مهاراتهم عاليه، اللياقه البدنيه بتاعتهم كويسه جدا، بيحتكوا احتكاك طول السنه بيحتك. احنا عندنا اللعيبه المحترفين قليلين عندنا في مصر. اللعيبه المصريين المحترفين قليلين. هو عنده اغلبيه الفرقه محترفه بره، بينقل وبيكتسب مهارات، بيرجع بينقل كل الكلام ده للمنتخب بتاعه. ده فرق كبير بيننا، بين ان عدد المحترفين بتاعنا بره قليل، هم عندهم المحترفين مفتوحه بالنسبه لهم. بس دي برضو يا كابتن يعني اقول يعني برضو موضوع المحترفين والاجانب ممكن يكون ساعات. انا بتكلم على الاهلي التوانسه نفسهم، اللعيبه التوانسه المحترفين بره، المحترفين بره بياخدوا نسبه احتكاك عاليه جدا، ودي برضو فعلا ازمه. صحيح. والاحتكاك بتاعهم مع دوريات اوروبيه، مش بيلعب في، وحتى لو لعب في دول عربيه برضو. صح. الاحتراف الخارجي بيغير، لما كان احمد صلاح حتى وعبد الله عبد السلام بره كان شكل منتخبنا مختلف، حاجه مختلفه تماما. هو بقى عنده 7 8 9 محترفين، انت كل اللي عندك مش احنا كنا بنساعدهم بس. لا طبعا هم طبعا لا قصدي اقول شايلين اكيد. طب قول لي يا كابتن، يعني متفق مع كابتن شعراوي في ده ان هو يعني قله الاحتراف الخارجي بتضعف في المنتخب؟ بص حضرتك، انا طبعا كلام كابتن شعراوي طبعا 100% مظبوط. هي الـ انا شايف ان
المشكله الكبيره اللي قابلت مصر الكره الطايره في مصر عده عوامل. نمره واحد عدم استقرار الاتحاد، اللي انت حضرتك عارف ان احنا قعدنا فتره طويله لا تعادل استقرار اداري بشكل كبير وحل الاتحاد وحل لجنه مؤقته بقالنا 4 5 سنين. ده نمره واحد. ضعف المسابقه المحليه، واحنا اتكلمنا في الموضوع دوت من بدايه الالفينات، من مستوى بره ومستويات مشاركاتنا في كاس العالم وبطولات العالم بتختلف كتير جدا عن الواقع اللي احنا بنلعبه في المسابقه المحليه. تالت حاجه موضوع ان العقود مبالغ فيها كقيم للعيبه، مش عارفين يطلعوا بره. احنا الناس هنا مش قافله على فكره بره، عشان المشكله يعني ان احنا بيلاقي الفلوس هنا زي بره فبيقعد. لا ده هنا احسن من بره على فكره، هو بيلاقي ان الفلوس هنا احسن من بره، هو هيطلع بره ليه؟ هو خليني قاعد هنا وسط اهلي وحجم التمرين او كثافه التمرين اقل، هتدلع مدرب هيستحملني انا هنا بقى. هناك مفيش دلع، هناك مفيش الكلام ده. احنا شفنا مستوى ابسط يعني، ده دليل واسرع دليل رضا هيكل لاعبي نادي الزمالك. رضا هيكل ما كانش عنده قدره ان يطلع ديفنس في مركزه، دلوقتي الراجل لازم يطلع ديفنس بقى كانه بقى لعيب محترف زياده، بقى ثلاثه محترفين في الدوري. الدوري البلغاري على فكره تقريبا كل لعيبه المنتخب بره بلغاريا، يعني هي الدوري البلغاري برده ما هوش قوي، لكن انا بتكلم الاتموسفير العام، الجو العام اللي انت رايح مركز في الاحتراف، مركز ان انت تنتظم في التمرين، مركز ان انت يعني هي المنظومه على بعض، هي دي الفكره. فاحنا مشكلتنا كبيره جدا جدا، وللاسف ما خدناش فيها طرق سريعه حلها لحد النهارده. احنا من 2017 بنقول يا جماعه لازم يحصل احلال وتبديل في المنتخب، ولازم الناس تاخد يعني تشوفوا حل، تعمل دوري قوي زي اللي حصل في اواخر السنه. خلينا نتكلم برضو في بعض يعني كره اليد كان عندهم الازمه دي، كان الدوري اهلي زمالك، وكان الازمه دي بتعمل دوري ضعيف، حطوا بعض ريجوليشنز او اللي هي التشريعات جديده تخليك ما تضم، يعني مثلا يقول لك ما تضمش اثنين لعيبه دوليين في السنه مثلا، ما تعملش مش عارف ايه. اتحاد السله برضو لجأ لحاجه زي كده، قال لك انت الاول ياخد صفقه واحده، الثاني ياخد صفقتين، الثالث ياخد، يعني في حلول ساعات بتبقى بره الصندوق بتضمن بيه ان يبقى عندك فرق منافسه كتير. ليه اتحاد اللعبه ما بياخدش القرارات دي؟ لانه كانت لجنه مؤقته بتسير الامور ومش بتعمل اهداف. انا مش عاوز بس يعني مش المعنى، بس هي ما كانش في قرارات حاسمه الفتره دي. اللي انا عارفه واللي كلنا منتظرينه دلوقتي بقى لنا حوالي اسبوع، ان في لجنه تنظيميه جديده للمسابقه بتاع السنه الجديده، وانا عارف ان كابتن عمرو مخلوف باذل فيها مجهود كبير جدا، ان هو عضو مجلس اداره مشرف على لجنه المسابقات، امين الصندوق مشرف على لجنه المسابقات. فهو انا عارف كويس قوي ان في عده افكار مطروحه تشابه وتماثل اللي حصل في النقله النوعيه اللي حصلت في طريقه تنظيم نهايه الدوري في مصر، والناس كلها قاعده مترقبه ومستنيه. بس اتمنى ان كل الانديه رأيي في الكلام ده، يعني انا ما ينفعش ان انا كاتحاد افرض حاجه بدون ما اخد راي الانديه، اتناسب معاهم ولا ما اتناسبش معاهم. اقول لحضرتك حاجه، احنا جربنا اخذ الراي وجربنا الفرض الراي. انا شايف ان احنا في مرحله حرجه جدا، اهم حاجه تصلح النوايا وما بقاش فيها توجهات. لو ده حصل طالما في المصلحة أنا واثق إن الجميع هيتبع الحاجات دي حتى لو هتضره، لكن لو فيها شبهة طبعا لازم يعني في تعارض أو لازم حاجة في حد طبعا لا هيحصل مصلحة عامة لكل الأندية، ما بقاش أنا جاي عشان أكسر نادي أو أهد نادي أو إن أنا أوزع لعيبة نادي. دي مشكلة. لا بس مع احترامي يا كابتن، مع احترامي، النادي الأهلي لن يتأثر بأي قرارات. ليه؟ النادي الأهلي بيقوم يعني اعتماده الأول والأساسي على ناشئينه، تمام، مش انه يشتري لعيبه او نعمل لعيبه. فالنادي الاهلي انا بتصور انه اي قرار هيؤخذ، انت عندك السكواد اللي يخليك 4 5 سنين ما تحتاجش تشتري لعيب اصلا. لا انا ما بتكلمش على موضوع شراء، لا انا بتكلم ان انت ممكن تطلع قرارات عشان مثلا الاعمار السنيه، الاقي نفسي طلع من عندي 3 4 لا من الاساسيين. لا. ممكن ليه لا؟ ممكن اقول لك لا انا ما يلعبش اللي بعد 32 سنه، اللي بعد 34 سنه يطلع بره. في كلام يبقى في الحاله دي هي انا فرغت النادي الاهلي. فرغت النادي الاهلي ليه؟ لمصلحه مين؟ طبعا. اما انا اشرط سن معين، اقول مثلا سنه 32 سنه 34 سنه خلاص يبقى ازاي ده عزه. طيب انت لو طلعت قرار زي كده النادي الاهلي هيحصل فيه ايه؟ طبعا هتبقى ديك إيه هتبقى طيار طلعت 4 5 يا باشا اللعيب بيلعب ان شاء الله يلعب ل 45 سنه بس، يبقى انت ما تحدش اعمار سنيه. اقول انا ما اخدش مثلا النادي الاهلي ما ياخدش او اي نادي ما ياخدش تحت 18 سنه تحت 19 سنه اوكي، انما ما تحددش للفرقه الكبيره سن كام. صح يعني انا متصور ان في حاجه هتتعمل بالوضع ده، بس ده كده هتبقى موجهه لنادي معين. بس اعتقد احنا مستنيين نشوف، لان الكلام كتير طبعا، لكن الواقع اللي هيحصل واللجنه شغاله عملها دلوقتي؟
اعتقد كان المفروض يطلع في الاسبوع اللي فات، حصل فيه تعديلات كتيره تانية، فالمفروض يمكن كلنا مستنين يعني الاسبوع دوت يحصل نشوف ايه اللي هيحصل يعني. وبعدين حضرتك من حاجه، وبعدين انا سامع برضو ان هو النهارده هتيجي تسجل لعيب محترف تدفع 10000 يورو، تيجي تسجل الثاني تدفع 20000 يورو. طب ده دي مش مساله ان انت بتاخد فلوس مني يعني، ده دي مبالغ طبعا كبيره، لان الفولي اصلا ما بيجيبش عشان تفكر ما تجيبش اجانب. لا مش موضوع كده، ما هو النهارده لازم تشوف النهارده النادي الاهلي مثلا، نفرض النادي الاهلي مصاريفه ايه على ايه على الكره الطايره، وداخل لها ايه للنادي الاهلي. انا النهارده بحط عبء، يبقى انا كده اقول لك لا انا مش عايز محترفين. طب ما انت كده بتقلل مستوى المنافسه في الدوري، بتقلل مستوى اللعيبه بتاعتك. اللي حصل دلوقتي في قطاع الانسيات دلوقتي، ما هو ده اللي حصل، لان دلوقتي بيتم رفع مستوى العقود بطريقه غير مظبوطه، عشان في تنافس برضو بحته عند، ما هي دي المشكله بقى. يعني هنخش في حته تانية، الموضوع السقف اللي لازم يكون موجود يعني حاجات كتير، بس للاسف ما هو ده يعني التوجهات اللي هي بتبوظ الدنيا شويه. الموضوع عندي فعلا بيؤدي ان فرق بتقع وفرق بتطلع وفرق بتفضى وفرق بتحصل فيها تنقلات. بتهد النهارده فرقه السيدات في النادي الاهلي، انت بتهدها يعني. حضرتك شايف ان القرارات لازم يكون فيها تجرد من طبعا دي اكيد. انا مش الهدف منها ان انا انزل نادي بعينه. انا في تصوري لحد دلوقتي اغلبيه يعني يمكن فوق ال 95% من اللي انا سمعته، طبعا اللي كلها سمع الله اعلم طبعًا. بس من 95% من الحاجات في الصالح العام، بس تاني يمكن كبشعراوي ليه حق طبعا تماما. معلش يا جماعه، احنا برضو في نوادي هي اعضاء جمعيه عموميه، يعني الكلام ده ما ينفعش يطلع من غير ما يتم دعوه الانديه حتى على الاقل اللي هم اللي بيشاركوا الجمعيه العموميه بيأثر باللائحه اللي هم مثلا دوري ممتاز الف ايا كان يعني، ويتم التصويت عليها وتاخد بالاجماع الاراء، او يعني لازم يبقى في مشاركه جماعيه في القرار عشان الناس كلها تلتزم. اما الاقي التكلفه كده انا ممكن اقول خلاص شكرا، انا مش عايز فولي، مش عايز فولي، ما تكلفته كتير وما فيش دخل. نعم. طيب خلينا نتكلم عن مباراه اليوم، يعني دي لقطات من ارض الملعب زي ما قلنا لحضراتكم، ميناء دوالا الكاميرون الطرف قبل النهائي النهارده. وخلينا افكركم بالطرف الثاني وهو الترجي وجياجارا الرواندي، ده الطرف الثاني من قبل النهائي. فطبعا الفرقتين النهارده الفائز هيلعب الفائز والخسران هيلعب الخسران. هو من الاخر كده من المتوقع ترجي. هيكون الاهلي والترجي ان شاء الله بكره في مباراه النهائي ان شاء الله. وبالمناسبه احنا هننقل لحضراتكم على الهواء مباشره بكره باذن الله، يعني خلاص بكره الساعه السادسه مساء، مظبوط؟ الساعه السادسه مساء بكره ان شاء الله ننقل لحضراتكم مباراه الترجي. ده الميعاد المحدد، وارد جدا يتغير الماتش النهارده، اتغير نص ساعه، فوارد جدا مباراه بكره الترجي مع الاهلي تتغير نص ساعه. وخليني برضو اقول لحضراتكم يعني سريعا وافكركم بقائمه الفريق سريعا قبل، يعني خلاص هو فاضل خمس دقائق يمكن ونروح لارض الملعب. قائمه الفريق كان معانا عبد الله عبد السلام، عبد الحليم عبو، احمد صلاح، عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن الحسيني، محمد معوض، محمد عادل، احمد عبد العال، حسام يوسف، محمد عبد المحسن، محمد رمضان، احمد سعيد. واذكر حضراتكم الاهلي النهارده هيرتدي الطاقم الازرق، النادي الاهلي على يميننا دلوقتي، النادي الاهلي هو اللي بيسخن على يمين الشاشه. وبذكر حضراتكم برضو بالجهاز الفني لكره الطائره بقياده الكابتن محمد مصالح ميدو مدير فني، تامر مجدي مدرب عام، محمد جمعه او الكابتن محمد جمعه مدرب، خالد ابو زينه او اللواء خالد ابو زينه مدير اداري، ايمن علي اداري، الدكتور ايهاب فخر الدين طبيب، الدكتور سامح ظلام علاج طبيعي، الدكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال، محمود الوزير محلل تقني، عبد الرحمن مكي مدلك، واحمد رشاد مهمات. دي بعثتنا للرجال. يمكن برضه افكر حضراتكم بمشوار الاهلي في البطوله. كنا في المجموعه الاولى، المجموعه الاولى لعبنا مباراتين، المباراه الاولى كانت مع الاولمبي القليبي التونسي صاحب الجمهور والارض، الصاله دي صاله الاولمبي القليبي، وفزنا 3-0. بعدها بيومين لعبنا فاب الكاميروني وفزنا ايضا 3-0. طلعنا الى ثمن النهائي او دور ال 16، لعبنا جامعه مددا ولابو الاثيوبي وفزنا 3-0 ايضا. ربع النهائي لعبنا امبارح مع الاهلي والجمارك النيجيري فزنا 3-0. والنهارده ان شاء الله قبل النهائي زي ما قلت لحضراتكم هنلاعب ميناء دوالا الكاميروني. ده باختصار او ملخص للي احنا قلناه خلال الاستوديو التحليلي. طبعا ما عندناش معلومات كثيره عن الفريق الاخر، يمكن اول مره هنشوف النهارده ميناء دوالا، ولكن من المنتظر ان شاء الله تفوق النادي الاهلي، ويمكن هتكون اصعب مباراه بكره ان شاء الله مع الترجي. طبعا اجي لحضرتك يعني كابتن وائل، يمكن خلاص احنا دقيقه او اتنين وهننطلق لارض الملعب. شايف توقعاتك للمباراه النهارده ازاي؟
ان شاء الله هنبتدي بدايه قويه جدا. اعتقد انا شايف المحترف جارث ابتدى ينط خفيف كده، فاعتقد ان ميدو ممكن لو وارد يستخدمه في لفه سبال ورق او حاجه حسب جاهزيته برضه عشان يطمن عليه لو كان شايف انه يقدر يفيده بكره ان شاء الله باذن الله في حاله التاهل. لكن اعتقد ان شاء الله هنشوف ماتش كويس من ولادنا، يعني كلهم ابطال وكلهم رجاله، وانا في رايي يعني مش هيقابلوا اصعب الماتشات اللي قابلوها في نهائي الدوري والكاس. نعم كابتن شعراوي، توقعات حضرتك للمباراه؟ انا حاسس كده ان شاء الله ان الماتش هيبقى سهل مش هيبقى صعب، واللعيبه في كامل تركيزها، اللعيبه يعني حاسين ان خساره الدوري والكاس في مصر مخليه عليهم عبء كبير جدا، فمخليهم مركزين اكتر من الطبيعي عشان يفرحوا جمهورهم، مجلس ادارتنا والنشاط الرياضي والجماهير المصريه كلها، وان شاء الله يعملوا حاجه كويسه ان شاء الله يعني. بس خليني اقول لك كابتن انه يعني حتى بالرغم من خسارتنا الدوري والكاس، يعني ماليش حاجه عارضه، ولكن فرقتنا خسرت بشرف، يعني مش طبعًا. يعني ما حصلش ابدا ان احنا خسرنا مباراه بشكل سهل. طبعا طبعا احنا عملنا ماتشات جيده جدا جدا، بس الحظ برضو ما وفقناش فيه في كذا بونت كده، كان اللوائح المعدله بالظبط اللوائح المعدله اللوائح اللي هي بتزق زق، يعني في ماتشات اتاجلت عشان انتظار الكليرنس او التسجيل الاستغناء بتاعت لعيبه معين، واتاجلت المباراه باي دافع حتى ياتي. ما هو ده الكلام اللي انا بقوله، فما نيجي نعمل لوائح ما نفصلش اللوائح لفرقه معينه او لهدف معين. احنا لما نيجي نعمل لوائح ما نفصلهاش، نعمل لوائح تفيد الانديه مصر كلها، لذلك لازم كل انديه مصر تجتمع على الموافقه عليها او رفضها. ما ينفعش ان انا اجبرك على حاجه تضرك. بس يبدو يا كابتن ان سيطره النادي الاهلي على الكره الطائره في مصر يعني مزعله ناس كتير. مزعله ناس كتير، انا بتكلم بكل امانه يعني. اكيد انت اي واحد بيبص دايما للكبير وبيحاول ان هو يعني ده فريق معلش يا كابتن، ده قائمه النادي الاهلي بتقعد على الشاشه دلوقتي، القائمه والتشكيل زي ما قلنا لحضراتكم منذ قليل بيعرض، ده تشكيل الفريق الكاميروني ميناء دوال الكاميروني، ده التشكيل قدامنا طبعا مكتوب باللغه العربيه، ودي لقطات حيه من ميناء من مدينه يعني قليبة الجزائر التونسية اللي بتستضيف وبتحتضن البطولة. يمكن انا شايف خلاص لحظات انت احنا قدامنا 3 دقايق بس، عاوز معلش فرصة توجه بالشكر يعني لإدارة الشاطئ الرياضي بالنادي الاهلي، كابتن خالد العوضي واللي هو خالد ابو زينة وكابتن محمد مصلحي، هم خدوا قرار صعب جدا على فكرة. وفي ناس قد تكون تلومهم على موضوع التجديد للعيبة والسيزون لسه ما انتهاش، بس انا عاوز اقول يا جماعة خدوا بالكم ان لو ما كناش خدنا القرارات دي في الوقت ده كنا هنبقى في وضع صعب جدا دلوقتي زي ما حصل في فريق انسات. صحيح يا كابتن، اشكرك يا كابتن شعراوي، اشكرك كابتن وائل. خلينا نروح ونطير الى مدينه قليبيه في التونس او الشقيقه تونس الخضراء لنقل احداث مباراه الكره الطائره رجال قبل النهائي، الاهلي وميناء دوال الكاميروني، ومعلقنا الكابتن الدكتور مروان صالح، اليك الكلمه يا مروان.